آية أو حدا من يلي فاتوا. آية إذا عم تسمعيني افتحي بس احكيني قليلة، إنه إذا كل شيء واضح شايفتيه لا يكون في شخصين عم بيشوفوا. ايه كل شيء كتير منيح أوكي ماشي ثانك يو الحال. ثانك يو. عبد أنت إذا بدك اعمل شير من الفيسبوك تبعي اللي عندك على الصفحة. تمام عملت شير. أوكي خلينا نتأكد. أوكي مش هالحد. فرح فاتت. يلا بعد في أشخاص عم تفوت. وقتها بدك نبدا يعني 5 دقائق انا برايي نبلش، بفوت بعدين بنجرب نفوته على امل انه شوفهم انا، لانه انا بدي اكون عم بكون عم حاضر وعم فوتهم بنفس الوقت، بس بضل يبين عنه. اوكي عندك الوقت انت اللي ايه 100% الاشخاص يعني عم بشوفهم انا، بس مقصدي وقت ابلش المحاضره بدي ضلني انتبه على الويتنج روم لانه عم بفوتوا بالتدريج الاشخاص. اوكي فرح شفتك فتة بس بعد ما بين انك فتة، عم تحكينا انك فتة بس ما بين انه فتة، جات طلعت يمكن. بليز الاشخاص يلي فاتوا معنا بالتشات بليز اكتبوا اسمكم باللغة الاجنبية منو معروف، رقم الموبايل كتير واضح يكون، وإيميل، لأنه وقت بده يبعت استزعابة الشهادات ما فينا نقعد نحن نتحذر الاسم شو، لأنه في أشخاص بفوتوا بيوزر نيم. عملوا معروف حطوا اسمكم كامل كيف بدكم إياه ينكتب على الشهادة باللغة الأجنبية، حطوا رقم الموبايل تبعكم واضح، إذا كنتوا مش من لبنان حطوا كمان الكود، وبليز حطوا الإيميل تبعكم يكون واضح عملوا معروف بالتشات، استزعابة رح يسجلهم عنده. اوكي عم نفوت العالم، في حدا كمان هلا فات. عبد انا حكيت للمشتركين لبلشوا يكتبوا اسمائهم، فانت تابع الموضوع مال معروف. تمام اوكي يعني مفضل انه يحطوه باللغه الاجنبيه ويحطوا رقم الموبايل كرمال اذا بدنا نبعثهم ايميل او تبعتهم واتساب يكون كله واضح. اوكي عبد اذا بدك فينا نبدا لما ننطر كثير، اللي بفوت بعدين بنفوته، وطالما نحن على الفيسبوك لما كثير نتاخر هونيك. اوكي تمام. يا. مش الحال. انت معي؟ هلا عم ارسل ايه معك عم ارسل رساله انه يكتب اسامي على الشات لحتى تظهر عندهم الشعار. اوكي انا ما حاطلع من الشاشه تبعي من شان ما يصير معنا مشاكل تقنيه. فحضلني على الفيديو مركزه وانت بتفوت بتشوف الشات. اذا في اي حدا انتبهت له فات ما فوتني بس قطعني وقل لي لفوته. مش الحال. اوكي تبدا يكون افضل. اوكي مروا 10 دقائق اذا بدك تحكي شيء قبل ما نبلش. يلا مرحبا جميعا.
نستضيف معنا اليوم المدربة اللبنانية ميراي الشامية، حضرت معنا يعني اللي حضروا المحاضرات السابقة، ألقت محاضرة. هي طبعا مدربة كرة السلة ومدربة لياقة بدنية، أغلب الفيديوهات نشاركها تشوفوها. اليوم عندنا محاضرة شيقة، أتمنى الكل يحضرها للنهاية وإن شاء الله الوقت مناسب وتستفادوا من عندها. تفضلي ست ميري. اوكي شكرا عابد. اول شيء مساء الخير للكل يلي معنا على الزوم وعلى الفيسبوك، وليلي منه قادر ان شاء الله نحن عم نحاول نعمل ريكوردينج انه ترجعوا تحضروها لتستفيدوا. اليوم اكشلي حنحكي عن اربع مواضيع بمحاضره واحده. جربت قد ما فيي اختصر لان المحاضره صراحه كانت فيها معلومات اكثر، جربت قد ما فيي اختصر منه لانه انا بتعني لي كثير هالمحاضره، كثير مهمه خاصة للأشخاص اللي بيواجهوا مشاكل كتير بحياتهم خلال مسيرتهم الرياضية، أو حتى هلأ هن عم بيواجهوا مشاكل خلال مسيرتهم الرياضية من إصابات أو كمان اللوكداون وقفنا نشاطاتنا وقفنا مبارياتنا. خلينا نبلش. نحن اليوم رح نحكي عن المنتل تافنس، الصلابة العقلية للعيبة كرة السلة. وطبعا المنتل تافنس هي مش بس للعيبة كرة السلة، كل إنسان بحياته بحاجة يكون عنده صلابة عقلية ليقدر يستمر من بخلال الصعوبات يلي هو عم بيواجهها، خاصة هالسنتين مع كوفيد انقلبت حياة العالم والناس كلها فوقاني تحتاني. اليوم حنحكي كمان عن الانجر مانجمنت يلي هي إدارة الغضب، وكمان البرين ترينينج كيف نحن بنقدر ندير ونمرن عقلنا خلال تمارين مميزة وخاصة بكرة السلة. رح نشوف فيديوهات كتير، بس بالأول حنحكي شوية تيوري. أول شيء المنتل تافنس is important like any kind of sports even in life. أنا بالنسبة لي كرة السلة هي 80% لازم يكون اللاعب حاضر منتلي و20% حاضر فيزيكلي. ليه؟ لأنه فيزيكلي أنت عم تتمرن كل يوم، عندك القدرة أنك تتمرن كل يوم، بس تواجه صعوبات، تواجه إصابة مفاجئة، تواجه هيك فجأة سيتويشن صعبة بحياتك يمكن ما تكون لأول مرة أنت محضر لها، فأكيد هيدا رح تحطك داون وبحاجة أنت لتطلع، فعندك كتير ستابس بدك تقطعهم. كل اللعيبة في عندهم كتير صعوبات بتواجه الإنسان بالحياة، مش بس بالكرة السلة أو بالرياضة. الحياة هي بنفسها الموت، فقدان الآخر، المشاكل اليومية اللي بتصير معنا، المعيشة، الوباء الحالي اللي عم نعيشه، خاصة نحن عنا بلبنان المشاكل الخاصة اللي عم تصير إن كان سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية، عم نعاني كتير وعنا كتير ضغوطات بس بعدنا واقفين على إجرينا وعم نحاول نستمر. الوضع الاقتصادي كمان، العائلي ومشاكل الحياة كلها إن كنا بالوطن العربي كله أو حتى إن كان بلبنان، فلازم الإنسان يكون ready mentally ليقدر يتقبل كل هذه الصعوبات والضغوطات. إيفن خلينا نفوت أكتر بلاعيبة لعبة الكرة. إذا عندك أنت تاف هارد بلاير، أقوى لاعب عندك هي بالملعب، عنده شيب بتجنن، عنده سرعة رائعة، بس العقل تبعه منه جاهز يلعب رول كتير كبير، هيدا اللاعب بلاير should know how to use it in the good positive way، لازم دايما يعرف يستخدمه بطريقة إيجابية بالملعب. كرمال هيك المنتل تافنس أو الصلابة العقلية نطورها بمهارات معينة كتير مهمة لنطور أصلا العقل تبع اللاعب ليقدر يواجه الصعوبات، التشالنجز، الكومبيتيشن، الديفيكولتيز، الخساره، لانه في لعيبه كثير خاصه اذا كان ستار اللاعب وخسر مباراه كثير مهمه هذا الشيء ممكن يهبط له من معنوياته، فنحن لازم اللاعب نجهزه للخساره، لازم نجهزه لاي اصابه ممكن تصير معه، لاي حاله فجاه ممكن تواجهه ان كان بالملعب او برات الملعب. كمان إذا ما يلوم غيره، نحن بنشوف كتير في أشخاص بيواجهوا تراش توك بالملعب، في لعيبة بفوتوا بيحكوا تراش توك بالملعب ليضغطوا على اللاعب التاني ويبطل يعطي البرفورمنس الجيد. إذا أنت كنت مرن لعيبتك إنه يقدروا يتقبلوا هودا التراش توك أو هيدا البريشر أو الضغط النفسي فهن أكيد رح يعطوك نتيجة كتير مهمة، بس إذا أنت منك محضرهم منتلي اكيد رح يواجهوا صعوبات عندك بالملعب وهيدا الشيء رح يؤدي لمشاكل كثيره بدك تضطر تعالجها لاحقا. لازم يكون اللاعب دائما جاهز بقلب الملعب وخارج الملعب. لعيب كثير ما بتتقبل انه المدرب يصرخ عليهم، ما بيتقبلوا الفانز انه يلومون، الجمهور يلومون، او حتى ما بيتقبلوا انه يصير معهم اصابه. هيدا كله جزء من لعبة كرة السلة، لازم نعرف انه الإصابة هي جزء من اللعبة. مثل الحياة، مثل بالرياضة، in basketball we have many conflicts، عندنا كثير مشاكل، conflict with teammate، ممكن يكون عندنا مشاكل مع أصدقائنا، مع اللعيبة بالفريق، bad performance إذا نحن أعطينا أداء سيء بالملعب،
personal problem، ممكن يكون عندنا مشكلة شخصية برات الملعب، برات الفريق أو حتى بالملعب مع المدرب. مرات إذا صرخ علينا في لعيبة ما بتتقبل إنه المدرب عم يصرخ كرمال أنت تكون عم تشتغل أحسن وعم بيعطيك motivation بالملعب، ما بيتقبلوا الخسارة، ما بيتقبلوا أبدا إنه يكون في عندهم إصابة. دائما as a coach talk about mental conditioning and getting mentally prepared to face hard time. لازم المدرب دايما يكون حاطط بالتمرين تبعه mental conditioning، يعني تمارين يكون خاصة للmental toughness، للصلابة العقلية بالملعب، يواجه فيها اللاعب البرشر، الضغط النفسي، ليكون ready للمباريات الكبيرة وللبطولات الكبيرة. To have a compete players، ليكون عندك انت لعيبة منافسين، you have to develop the body and the mind. لازم انت تطور له عقله وجسده من خلال تمارين مميزة ومعينة وخاصة للصلابة العقلية. رح نشوف هلأ كتير فيديوهات بعد شوي. If you want to be a successful coach, it's so important for you also to train yourself mentally before asking your player to do that. المدرب ما في يفرض على اللاعب يكون جاهز نفسيا إذا هو كمان منه جاهز يكون نفسيا حاضر بالملعب، يواجه الصعوبات، يواجه يمكن صفارة حكم خاطئة، أي مشكل أو أي كلمة خاطئة من لاعب أو أي كلمة سيئة من الجمهور. كي ليكونوا لعيبتك منتلي ريدي، أنت كمدرب لازم تكون ناجح وكمان أنت لازم تكون ريدي. يعني المدرب إذا عصب خلال المباراة كتير دقيقة، عصب كتير وصرخ على الحكم وعرف أنه بالآخر الحكم هو القرار لإله وأخذ تكنيكال فاول، هو رح يعصب، الفريق رح يعصب، الجمهور رح يعصب، ورح ننتقل لمرحلة انتقالية جدا صعبة يمكن تقلب المباراة لنتيجة سيئة لصالحه. ف you should teach them to win the mental game in their head. لازم نعلم اللعيبة تبعولنا يربحوا المنتل جيم، اللعبة النفسية بعقلاتهم. Only the two ears of the players are the most important aspect of mental development. يعني اللعيبة دينيهم أهم شيء، يسمعوا بس القصص لازم يسمعوها بالملعب، المدرب فقط لا غير، ما يسمعوا القصص النيجاتيف والسلبية، دايما يسمعوا القصص الإيجابية ليضلون فوكس ويضلون مركزين. ما نسمع الضجة، ما نسمع الفانز إذا كانوا عم بيسيئوا لنا، لأنه الجمهور للأسف مرات بيكون مع اللاعب. إذا لقى اللاعب إنه منه بحالته يلي بيشوفه دائما فيها ومنه عم بحطها السكور العالي مثل كل مرة، ما بيوقف حده، بالعكس بلومه، بس هذا اللاعب بيكون عم بيعمل أقصى جهده ليكون عم بيعمل المستوى اللي لازم يعمله. بس لازم نحن نعرف إنه الجمهور مرات ما بينلام، لأنه هذا جمهور بحب يربح، بيعشق الفريق تبعه، سو ما بيفكر بهود القصص. نحن لازم ننتبه لهم لهود القصص كتير منيح وما نخليهم يأثر علينا، ولازم نحن ننسى كل شيء صاير برا، ما نجيب مشاكلنا الخارجية على الملعب. As a coach you should tell your players if they don't develop their mental game they will not play with confidence. إذا كمدرب لازم دايما تقول للعيبتك إذا هن ما بحطوا ما بيطوروا المنتل جيم تبعهم، اللعبة النفسية تبعهم بكرة السلة، ما رح يقدروا يوصلوا لمحل يلعبوا بثقة. They won't concentrate، ما رح يكون في عندهم أبدا تركيز، ولا حتى بالجيمات يمكن العادية، وخاصة بالجيمات وبالبطولات اللي هي بتكون مباريات كتير قاسية. في عنا لعيبة who can easily get frustrated، بصير عندهم إحباط مفاجئ. في عنا لعيبة للأسف من كلمة واحدة ببلشوا يلوموا غيرهم، بلوموا حالهم يمكن مرات على الخسارة، بيعملوا كتير أخطاء، بيعصبوا، بيطلعوا من جو المباراة، بيتخانقوا مع الحكم، أقل صفيرة خاطئة أو حتى الحكم يمكن يكون عم بيصوفر بطريقة جدا جيدة، هن بلاقوا حجة ليعصبوا ويصبوا غضبهم عليه أو حتى على التيم ميت تبعهم أو مع أي مكان أو حتى مع اللعيبة أو حتى مع الفريق الخصم، وبصيروا يلوموا بعضهم أو بيعملوا أداء جدا سيء. هيدا اللاعب لازم نكون نحن محضرينه منتلي قبل ما نكون محضرينه فيزيكلي. جسديا اللاعب ممكن يتحضر أني تايم، ساعة اللي كان عم يتمرن عم يركض عم يشوت، بس منتلي في قصص كتير سبيسيفيك خاصة بس بالمنتل جيم تبع لعبة كرة السلة. Those players didn't develop or practice their mental skills. هؤلاء اللعيبة بيكونوا ما تمرنوا على mental skills وهذا الشيء منه جيد أبدا لإلهم. They won't know how to take the right decision. ما رح يعرفوا ياخذوا القرارات الجيدة. Those players can't perform either offensively or defensively. دفاعيا وهجوميا رح يكونوا جدا سيئين because they won't find the right decision to take it on the court. لأنه ما حيكون عندهم القرار الصائب ليخذوه بالملعب، هن ومعصبين وهن ومحبطين. When a player is mad، وقت اللاعب يكون غاضب وعنده anger كتير قوي ومش قادر يعمل control أو يسيطر على الغضب تبعه، حتى لو كان هو الستار، يكون حتى لو هو أفضل لاعب عندك بالفريق وأفضل سكولر، رح يخسر الفوكس تبعه، رح يخسر التركيز تبعه، هيدا الشيء رح يكون جدا سيء.
نفس الشيء رح أعطيكم مثل بسيط، مثل تلميذ عنده فحص، عنده امتحان، للحظة واحدة ممكن ينسى كل شيء من الخوف تبعه. هيدي القصص بتصير كتير، بينما هو إذا مجهز حاله نفسياً وعامل تصوير للي رايح يعمله، بتصور إنه هذا الشيء رح يساعده يعطي بيرفورمنس أحلى ويكون فايت على التست بكل راحة نفسية. Mental toughness، شو هي mental toughness؟ is a variety of ways and there is usually some truth to most of this definition. Part of mental toughness is learning how to be comfortable being uncomfortable. شو يعني؟ لازم نعلم اللاعب يكون مرتاح بالوقت يلي هو منه مرتاح فيه. رح نشوف فيديو بعد شوي عن هذا الموضوع. شو قصدت بهيدي الجملة؟ نحط اللاعب بوضعية جدا صعبة، بgame situation جدا صعبين بيصيروا معنا بالملعب، مثلا trap، اثنين عليك اثنين، انت حاطينك بالزاوية، كيف لازم تتصرف؟ عندك ثانيتين وعندك ضغط جدا من الجمهور ومن المدرب ومن اللعيبة، هاو بنتمرن عليهم بالملعب قبل ما نروح على المباراة، وبنحط اللاعب وبنغرقه فيها ليتعود انه هو يكون مرتاح لما يكون منه مرتاح. لما نحن نتمرن على الحالات الصعبة نحن بنقدر نتخطيهم لما نكون نحن عم نواجههم فعليا. حنشوف مثل بعد شوي ورح تفهموا علي مزبوط شو عم بحكي. Another part of mental toughness is the ability to focus on what you can control and stay in the moment, also known as playing present. هيدي كتير مهمة، لازم تعرفوا كإنسان نحن ما فينا أبدا نعرف شو ممكن نواجهه. نحن مش كل شيء بنقدر نتحكم فيه، الموت ما بنقدر نتحكم فيه، المرض ما بنقدر نتحكم فيه، الإصابة ما بنقدر نتحكم فيها، مرات الخسارة ما بنقدر نتحكم فيها. لازم نركز على القصص اللي نحن بنقدر نعمل كنترول عليها. نحن بنقدر نعمل كنترول على الانجر تبعنا اذا تمرنا، نحن بنقدر نعمل كنترول على شو لازم نحكي اذا كمان تمرنا وضبطنا لساننا، بس في قصص بالحياه بتصير معنا نحن ما بنقدر نكون عارفين انه حتصير، مثل كورونا، هل نحن قادرين نضبطها او نقدر نوقفها؟ لا. سو نحن هون بدنا نتقبلها وبدنا نعرف كيف نتعايش معها وناخذ كل احتياطاتنا. One of the biggest road blocks هن، اول شيء في عنا 100% of control، لازم يكون اللاعب عنده 100% of control، focus, attitude, body language، أو دي كتير مهمين. You have zero control of the referee، القصص يلي نحن ما بنقدر نتحكم فيها بلعبة كرة السلة هن الحكام، هن الجمهور، أو حتى الخصم تبعنا ممكن يكون عم بيتصرف معنا بالملعب بطريقة جدا بشعة، عم يدفش، عم بخبط، الحكم ما عم بيصوفر. The most people understanding، لازم نكون نحن متفهمين هيدا الشيء. You don't have full control over making a shot، ما فيك انت دايما تسيطر على شوطك وتقول انه انا رح اربح المباراه واليوم بدي احط 30 نقطه. لا، you can do a series of things that strongly increase your chances of making a shot or winning the game. في شغله كثير مهمه رح اعطيكم مثل عن الشوطات، في كثير لعيبه بيلوموا حالهم بالمباراه انه انا اليوم شطت 20 شوطه حطيت وحده، بينما انا كنت حط 19 من 20. ما تلوم حالك اذا انت هودي الشوطات ما فوتتهم، بالعكس. You don't have control on everything in life and you don't have control on your shot. مش دايما انت you can make all the shot. بينما هون انت شو لازم تعمل؟ لازم انت تشوف شو هي الطريقة المناسبة لتحسن وتشوف تصور أحسن كرمال المباراة الجاية لتقدر تسجل. هون بدك تنبش على الطريقة الأحسن لتقدر تسجل، مش تلوم حالك ليه انت ما قدرت سجلت. اوكي، هيدي كتير مهمة. If you did, every shot would go in and you would win every game. كل مباراة ممكن تربحها إذا أنت فتت بهيدي العقلية وبهيدي المنتاليتي. إذا فايت إنه أنا بدي أحط 20 نقطة وأنا أكيد منهم، مش دايماً أنت أكيد من كل شيء، مش كل شيء بتقدر تتحكم فيه أنت لا بحياتك ولا حتى بلعبة كرة السلة. رح أقول لكم شيء. I want to say something in between. بدي أقول شيء. Basketball player هو إنسان عنده مشاعر، عنده upside down، عنده طلعات ونزلات بحياته كمان. You can't control everything. ما فيك تجي كمدرب أو حتى عم نحكي بشكل عام، أو حتى المدرب كمان هو إنسان وعنده مشاكله وعنده حياته الخاصة وعنده أشغاله، يمكن الغير أنه مش كل اللعيبة، مش كل المدربين بس بيشتغلوا باسكتبول، كمان عندهم أعمال تانية بيشتغلوها. You can't control everything. ما فيك تسيطر على كل شيء. Stop saying you have problems. ما بقى تقول أنه عندك مشاكل، لأنه المشاكل هي جزء من حياتك وجزء من لعبة كرة السلة. Don't think about the things that you can't control. ما بقى تفكر بالقصص يلي ما فيك أنت تسيطر عليها. Sometimes we face death. مرات بنواجه الموت، مرض، إصابة. Not in our control. Like COVID حكيت قبل شوي. Now we can try to take our safety. But can we control this virus? No. ما قدرنا سيطرنا عليه. يعني أكبر جيوش العالم ما بتقدر تسيطر على هذا الفيروس. So if we wanna sit and watch us down all the time، إذا بدنا نقعد
وكل الوقت نكون داون ومحبطين وزعلانين وانجري اند ماد وكل الوقت معصبين. We will die from sadness and anger. منموت نحن ومعصبين ونحن وزعلانين. فلا، لازم نحن نكون دايما الصلابة العقلية عنا أقوى من ما هي تسيطر علينا. You will have disappointment. كلاعب رح يكون في عندك كتير خيبات أمل. You will blame yourself. رح تلوم حالك. You will know failure. رح تخسر كتير. رح تحس بالخسارة. Don't give up. ما تستسلم. ما توقف. The will pass. هيدا الشيء رح يقطع. They didn't come to stay. ما رح يبقوا. المشاكل ما بتجي للضل. بتجي لنتعلم منها ولنحسن منها. You are the one who can stand up. انت الوحيد اللي بتقدر تواجه الخوف تبعك وبتقدر توقف على اجريك. ما تتسمع لاي شيء سلبي، كل شيء سلبي بعد عنه، وخلي كل العالم يلي بحياتك وحواليك والاشياء الايجابيه فقط هي حواليك، ما بقى تسمع لشيء ابدا نيجاتيف. ذكي المفتاح لنقدر نحن نكون بلاينج بريزنت. كثير مهمه انه نحن نفكر بالبريزنت يلي هلا عم بيصير، مش اذا نحن خسرنا مباراه لازم نضلنا حاملين معنا لاسبوع القادم وعندنا مباراه اخرى وبدنا نقعد نفكر فيها. لا، كل شيء قطع بيكون قطع، بدنا نبلش نشتغل للقادم. When you get back on defense، مثل كتير بسيط، لما ترجع على الدفاع، that stop is the most important stop of the entire game. عندك stop لازم تعملها ولازم توقف هيدا الفريق انه يسجل فيك. Why? Because it is the only one you can directly affect. انت الشخص اللي براسك لازم تعمل هيدا التصور. انت وعم تلعب دفاع بالملعب بدك تسمع الكوتش عم يصرخ. It's kind of like the old coaching. يعني بالold coaching هيدا نقول the next game on our schedule is the most important game of the year. There is a ton of wisdom behind that quote. هيدا كتير مهمة انه نحن دايما لازم نحن عم نشتغل الشغلة نعمل تصور لها. يعني اذا انا راجعة على الديفنس ولازم يكون بينه وبين حالي ready mentally focusing على المهاجم يلي هاجم علي، وبينه وبين حالي يكون عم بحكي انه انا هيدا اهم هجمة لازم اوقفها هلا ولا بخسر مباراة. يمكن توقفها يمكن لا، بس ما تلوم حالك لانه لازم تجرب ولازم تحاول. If you miss first shot or the second it doesn't mean you are going to miss all the shots. If you think like that you won't score at all. هيدي شغلة كتير مهمة. كتير لعيبة بيخسروا الشوطات طبعاً، اول شوطة ما بيحطوها بالمباراة، هيدي صايرة مع الكل انا اكيدة، خلص بيعتبروا انه تاني شوطة ما بقى رح يفوتوها وما بقى بشوطوا ابدا، بوقفوا بيعملوا بلوك خلص. بالعكس، ما لازم تفكر انه انت you are going to miss all the shots. ما لازم تفكر انه انت ما بقى رح تسجل بالمباراة. اذا بدك تفكر هيك ما بقى رح تسجل بحياتك. لعبة كرة السلة هي كلها about scoring. We have to score لنقدر نربح. Focus on the process. اهم شيء تركز. Please اللي منه عامل بيوت يعمل ميوت. Of playing present. لازم تفكر بالحاضر. Is being able to focus on the process, not the result. ما تشوف النتيجة، شوف the process. كيف أنت لازم تشتغل لتحسن من النتيجة. For instance, don't worry about whether or not you make the shot. ما ينشغل بالك فوت أو ما فوتت. Instead, focus on the steps needed to greatly increase your chances of making the shot. يعني لازم تفكر إنه أنا لازم أكون واقف بطريقة good balance، أخذ التوازن طبيعي بشكل جيد. Having good footwork. أقدامي إجري عندي الجود بالانس، إجري مزبوطين على الأرض، low stance، أنا منخفض، staying square to the rim، مركز على الريم، keeping your eyes on the rim، عم بتطلع eye contact مع الباسكت، executing your shot technique، تقنية تبع الشوطة تبعك، الميكانيزم أنت حاضر لإلها، و holding your follow through، وماسك طبتك بشكل جيد، و after the shot you are following your shot. هودي البروسيس يلي لازم تفكر فيهم، مش أنا حطيت شوطة برا خلص خلصت القصة وأنا بدي أوقف ألعب باسكت بول أو بطل شوط أبدا على السلة. هيدا خطأ كتير كبير. Focus on the things because they are things you have complete control over. أو القصص اللي فيك أنت تسيطر عليهم. You control whether or not you are on balance. أنت فيك تعرف إذا أنت واقف صح، إذا أنت إجريك منيح، إذا أنت مركز وعامل eye contact مع الباسكت، ما حدا غيرك. If you focus on these things، إذا كتير تعمل focus عليهم more times than not you'll make the shot. دايما اكثريه رح تحط انت الشوطه تبعك. But if you only worry with the outcome، اذا بدك تفكر تشغل بالك انه انا رح فوتها او ما رح فوتها، خلص انت اخذت عقلك لمطرح ثاني كليا وبطلت انت focusing on the present on the process يلي انت لازم تفكر فيه. You need to be so into the moment. لازم تكون عايش اللحظه ذاتها. That offensive possession you are thinking something to the effect of، مثلا أنا معي طابة لازم تفكر إنه أنا I have to cut hard to an open space. بدي أقص بمحل في open space، بدي ألقط الطابة مزبوط، بدي أخذ good posture، بدي أشوف الأوبشنز تبعي، شو عندي أوبشنز، pass the ball أو drive أو shoot، and make the right play وتلعب اللعبة الصحيحة. Now of course all of these needs to happen quickly بشكل كتير سريع.
وبوقت كتير قصير. You can't be out on the court وقاعد انت عم بتفكر وعم تحلم فيهم، عندك انت ثواني لتقدر تنفذ كل هيدا الشيء، لتقدر تصير سريع وتنفذ هيدا الشيء. هيدا كله بصير من خلال التمارين يلي بحطك المدرب فيها بسيتويشن كتير صعبه بوقت كتير قصير، بحطك بوقت كتير قصير انك تطبق هيدا المهمه. Just remember the next step is always the most important step. دائما الخطوه القادمه هي اهم من الخطوه السابقه. Focus on each and every position. اي position، اي position معك اياها انت للطابه، العاب اللحظه، ما تفكر باللي صارت قبل، نزلت خسرت الطابه، اوكي خلص خلصت، بدنا نفكر بالستيب الجاي. It's also called this concept win. هون بتربح situation تبعك. What's important now? The only thing that should be important now is the play that is right in front of you. Next play اللي عندك. عملت هجمة ما طبقت صح، فكر باللي جاي. رح أعطيكم example كتير بسيط. Have you ever taken a toy? إذا أخذته لعبة من ولد عمره سنة رح يبلش يبكي ويصرخ. Then you give it right back to them. ترجع بتعيد له إياها، بتعطيها للعبة. They stop. بوقفوا دغري. They don't dwell or think on the fact that you took it. ما رح يفكروا انه انت اخذتها ويلوموك عليها، خلص بينسوا الموضوع وخلصت الخبريه عندهم. هيك انت لازم تكون، هيك لازم تفكر. ننسى المساله، ننسى السبب يلي نحن ما حطينا فيه السله، ونفكر بالبروسس لنحسن الشوطه او البلاي تبعنا. Now as a parent او as a coach، اذا انت كمدرب او حتى كاهل متابع لابنك بلعبه كره سله او بنتك، it's your job to keep them playing present. دائما العبوا اللعبه بلحظتها، اللعبه هون، ما بقى تفكروا بالسابق. Keep them focused. دايما كمدرب خلي لعيبتك فوكست، فول فوكست، تركيز كامل 100%، وعلى شو بيقدروا هن يسيطروا مش على شو ما بيقدروا يسيطروا، لانه نحن قلنا باول المحاضره في كثير قصص نحن ما بنقدر نسيطر عليها ابدا. اوكي، هلا رح نشوف تمارين خاصه بالمنتل تافنس لعيبه كره السله، رح تحضروا ورح نشرح. As any good player should know, when it comes to being a good basketball player, it's important to focus on improving yourself both physically and mentally. طبعا كثير مهم انه نركز فيزيكلي ومنتلي على التمارين تبعنا. Focusing more on aspects such as being the best dunker or shooter. عندهم benefit انه انا بدي اكون افضل افضل شوتر وافضل دنكر بالجيم. But it's the well-rounded players that see the most success on the court. Also you may not think it. Mental training exercise are the key. كثير مهمين، ولاعيبه الباسكت اللي عم يحضروا معنا واللي بيتمرنوا بنوادي او لاعبين جيمز هن رح يعرفوا عن شو عم بحكي اكثر من يلي هلا هن they are beginners. If you can't tap into the right mindset going into a game, either because of thoughts that you cloud your mind or distraction that take you away your focus, that's going to reflect heavily on the way that you play. So ما تخلي ابدا شيء يعمل لك distraction او يحورك بعيد عن التركيز تبعك. دائما يكون عندك good تصور جيد للعبه اللي بدك تلعبها. No matter how hard you visualize yourself throwing the ball into the net or jumping up and dunking, if you don't put into the night work to make that is reality. رح اخبركم شغله. لاعب روي سماحة يلي هلا وقف يلعب باسكتبول، انا مره كنت بمحاضره كان هو من اللعيبه يلي عم بيشتغلوا مع المدرب الاجنبي على الملعب، عمل 10 دنكات قدامنا وزقفنا له وانبسطنا انه هو عمل هالدنكات. وقفناه على الفري ثرو ليشوط 10 شوطات ما حط ولا وحده منهم. يعني دونت جو ذا ايزي واي، اذا انت طويل وقادر تعمل دنك هيدا شيء، بس انك توقف على الفري ثرو كلاعب كره سله وتحط 10 برا هيدا شيء ثاني. سو بدنا دائما نعمل فوكس على كل القصص، مش القصص بس يلي نحن نقدر نعملها. The most popular mental exercise that will lead to amazing improvement in your game is to form a habit before playing that you perform every time. كل مره you are performing لازم تكون انت بنفس الطريقه، بنفس البرفورمنس تبعك، بنفس التحضير، بنفس التركيز. دائما اذا انت بتشتغل على حالك بهالطريقه بتجي فوكس على الجيم. هلا التمارين اللي رح نشوفها، رح نشوف كمان في عندي تلاميذ اوريدي انا شغله معهم هودي التمارين، يمكن يكونوا معنا بالمحاضره ما بعرف، رح يشوفوا حالهم كيف كانوا عم يشتغلوا. كثير مهمه انه يكون في عندكم روتين بحياتكم بالتمارين تبعكم مع المدرب او حتى خارج التمارين تبعكم. لازم تكونوا انتم عم تمرنوا على حالكم، تحضروا كثير فيديوهات خاصه بالموتيفيشن وبالمنتل، هيدي كثير مهمه. رح نحكي شغله. Ever try to make 7 shots in a row؟ كل اللعيبة أكيد مرقوا فيها، بحبوا يوقفوا يحطوا 7-8 شوطات ورا بعض. Whatever it may be, use this following. خلينا نمشي على هذا الروتين، بدي أعلمكم شغلة تمشوا عليها. Choose a cue, something that instigates the habit to begin. يعني دائما أنت حط براسك طريقة أنت بدك تبلش فيها دائما هي ذاتها. This can be a presenting action, a certain time of the day. مثلا أنت كل يوم بهالوقت بتحب تنزل على الملعب، بهالوقت بتكون أنت مرتاح لتقدر تشتغل على الشوطات تبعك. حط تايمر،
حط الارم للشوطه لتعطيها تشالنج، يعني انا هلا لما يطلع الالارم انا هلا لازم شوط لتسرع السبيد تبع الشوطه تبعك. كثير مهم يكون في عندك روتين، كيف الانسان بيقوم كل يوم ما بيقدر يظهر من البيت بلا ما يشرب نسكافيه، هيك بدك تحط انت روتين بتمرينتك خلال التمرين تبعك، ان كان لحالك او ان كان مع المدرب، هو المدرب بيعرف كيف بده يحط لك هيدا الروتين. هيدا كثير مهمه انه نحن يكون في عندنا روتين اوف تريننج اوف براكتس لنكون نحن ريدي. هيدي شغله كثير مهمه. Now something to keep in mind, that's a majority of the decision that we as a human being make simply on a day to day basis are habits that we have formed over time and have established in our life. How the habits بيمشوا معنا من نهار لنهار، خلص بنصير نتعود عليهم، بصيروا routine of life. Also there's a trade off with creating such a schedule. كمان كثير مهم، انا مش عم بقراهم كلهم لانه عم بشرح لكم على سرعه، كثير مهم نعمل تصور للي نحن بدنا نعمله، للاكشن يلي نحن بدنا نعملها بيفور يو دو ات، قبل ما تعملوا الاكشن لازم تكونوا في تصور لها. كثير مهمه، اتس وان اوف ذا سترونجست منتال اكسرسايز، انك تعمل تصور للشغله تمرين كثير جدا قوي وكثير مهم، لانه هذا الشيء بخليك تعمل اداء افضل. يو كان بيرفورم ذات ويل ليد تو اميزنج ريزلت، بيعطيك نتائج افضل. وافكتس تو فيري امبورتنت اسبيكت اوف ذا ابيليتي تو بلاي ذا جيم، ذوس بينج يور كونفيدنس، التراست تبعك والبرفورمنس تبعك رح يكون جدا عالي اذا انت عملت تصور للاكسيون او للاكشن او للفعل اللي انت بدك تعمله. رح نشوف هلا بعد شوي فيديو كمان خاصه بهالنقطه. الثقه كثير مهمه بالنفس، اذا ما عندك ثقه بنفسك او بحالك ما رح تقدر تعطي اداء جيد بقلب الملعب. سو هيدي شغله كثير مهمه انه انت تعمل تصور للحركه او للشغله، اذا عم تشوت فري ثرو لازم يكون في عندك تصور للشوطه تبعك. فوكس اون ذا بروسيس اللي حكينا عنه قبل، بالانس، فوت ورك، اي كونتاكت، فولو ثرو ذا شوت افتر شوتينج، ما بنمسك الطابه وبنحملها ويلا بنحملها وبنشوت كيف ما كان. عندك 5 سكندز على الفري ثرو شوت، تيك يور تايم. هون want to increase your shooting percentage، بدنا نظبط البرسنتج تبع الشوتينج، كيف؟ لازم يكون في عندنا تصور دائما للشوطه تبعيتنا قبل ما ناخذ الشوطه تبعنا. هيدي شغله كثير مهمه. When you see yourself making a shot رح تنبسط من حالك، that's what a very powerful effect، لانه انت بتكون اوريدي عملت تصور لها وحضرت حالك وقفت صح بالملعب. كثير لعيبه بالتمرين بنقول لهم خذوا 5 seconds ومشوا بكل البروسيس، بيستعجلوا بحطوا الشوطه برا وخلص ببطلوا يركزوا وبقولوا انه نحن اليوم مش نهارنا وما رح نقدر نفوت. Goal setting the action of defending specific goals، لازم يكون في عندك انت كمان جول، هدف براسك بعقلك دائما انك تمشي عليه. Is a great habit to build in general، بشكل عام مش بس كمان بالباسكت بول، كمان حتى بحياتك لازم يكون دائما في عندنا جول لنقدر نحن نشتغل وتصور للهدف اللي تبعنا اللي نحن بدنا نتابعه. هلا في قصص شوي نحن عم نحكيها فيلوزوفيه، كرمال هيك عم سرع فيها لفت لكم اكثر بالتمارين، لانه برجع بقول لكم موضوع جدا شيق. يعني الاشخاص يلي بحبوا يسمعوا هودي القصص عم نجرب قد ما في سرعهم، ما بدي اخذ منكم كثير وقت لفرجيكم الفيديوهات قد ايه حلوين لتشوفوا تمارين اكثر من التيوريه. ونحن عم نعمل اكشن ريكوردينج للمحاضره، فيكم ترجعوا بعدين. Okay, the discipline shapes you to be able to handle more discomfort. وقت تكون انت عندك good discipline، انت كلاعب عارف وقتك، عارف شو هدفك، عارف الروتين اوف لايف تبعك، رح يكون هيدا الشيء عم بيساعدك كثير خلال تمارينك، انت عم تتحضر للمباريات او للبطولات او لحتى الاستحقاقات الكبيره. Cold shower also reduce muscle soreness، يعني كثير مهمه، بتشوفوا كثير لعيبه بيعملوا ريكفري بالمي المسقعه او بالثلج، هيدا الشيء بيريح العضلات وبخلي العضلات لتاني نهار يعملوا اداء جيد. نحن بنعرف انه في بطولات بتصير ورا بعضها، يعني اللاعب بيرتاح نهار، تاني نهار بيكون عنده مباراه حتى ممكن تكون فاينل. سو هودي كثير مهمين، الايس باث، الكولد شاور، المي المسقعه بتريح العضلات وبتخلي حتى البرين تبعك والمايند تبعك ريدي فور ذا سكند تشالنج، ذا سكند داي. نرجع بنحكي هون عن focus on what you can control. دايما you can control a lot of stuff and you cannot control many stuff. مش كل شيء نحن بنقدر بالحياة نعمل له control. مثل ما حكينا بالأول، في كتير قصص بالحياة بتصير معنا نحن ما بنعرف إنه حتصير. لو بنعرف إنه رح تصير ما بنخليها تصير. بس اعملوا focus على القصص يلي هي ممكن أنتوا تقدروا تسيطروا عليها. هيدي القصص الوحيدة يلي بتقدروا أنتوا تتحكموا فيها وتعملوا good focus عليها. بالشوطه دائما having the correct stance، حكينا عنها، using your shot pocket، دائما نعمل فوكس على السله كيف نحن بدنا نشوط، مش نوقف ونشوط كيف ما كان. رح نجرب نقرب شوي لنبلش نشوف الفيديوهات.
لازم يكون في عنا كمان drills cool down بعد التمرين القاسي. فيكم تعملوا يوغا، فيكم تسمعوا ميوزك، stretching كتير مهمة لإراحة العضلات وإراحة كمان physically and mentally. meditation كتير مهمة، التأمل، نحط شوية ميوزك very important after a hard practice أو after a hard final أو game أو حتى بعد خسارة، كرمال النيرفس سيستم تبعنا، الجهاز العصبي تبعنا يرتاح. هودي كتير مهمين، لأنه إذا بتشوفوا في كتير لعيبة بحطوا ميوزك هنو عم يعملوا الورم أب تبعهم، هذا الشيء بيعطيهم شوية بيرفورمنس أحلى، بيعطيهم شوية تشجيع وبيريحهم نفسيا، بيكونوا عازين حالهم عن العالم الخارجي اللي هو المدرجات والمدرب لوقت 10 minutes 15 minutes قبل ما يفوتوا على المباريات تبعهم. هيدي شغلة كتير مهمة لازم تعملوها وتجربوها. هون رح نبلش بالتمارين اللي هي muscles، اوكي، إراحة العضلات. رح نشوف هون kind of yoga، يلي هي kind of yoga، راسنا لفوق، جسمنا مرخي على الآخر ومنغمض عيوننا. هون فينا نكون حاطين ميوزك كمان. لاحظوا هون كيف عم بتعلي إيديا، بنعمل سكويز يعني بنعصر على الإيدين ومنطلعهم بإيدينا لورا. هيدا عم نشتغل يوغا فور باسكتبول بلاير. بنجيب إيدينا لقدام، معدتنا مبلوعة، نفسنا عم نتنفس بطريقة صحيحة. هيدا الاكزرسيس لازم يتكرر كذا مره. رح نشوف يوغا فور باسكت بول بلاير، اوكي، هيب سترينث، هيدي كرمال الخصر ليكون في عنا هون قوه، لانه كمان نحن بنعرف كلاعبين باسكت بول دائما بنضلنا لو ستانس، وفي اشخاص بيجعهم ظهرهم وبصير الخصر تبعهم الهيب تبعهم توجعهم، ما بقى فيه يتحركوا صح. واز ديفنسيف بلاير كمدافع نحن كثير مهم انه نضلنا كمان لو ستانس لنقدر نشوف حركه المهاجم كيف عم يتحرك، ان كان عم بيروح يمين او ان كان عم بيروح شمال، وكثير مهمه للموبيليتي سيكونسز. لاحظوا التنفس تبعها، عيونها مسكرين كأنه عم نعمل هالف سكوات، نفتح إجرينا على الآخر. لاحظوا الفيديو، رح أترككم مع الفيديو لنتسمع سوا. نتنفس بطريقة كتير صحيحة، ناخذ من تمنا من ظهر من ناخذ من منخارنا بنطلع من تمنا. ستريتش للليكس تبعنا ورا، بنشوف الظهر فلات، اجرين مفتوحين وايد اوبن قد ما فينا، وي فولد اور بادي نزول. هيدا كمان كايند اوف يوغا. إذا بنشوف هلا الجلود صارت ورا، بنفتح اجرينا أكثر. نحن هون عم نشوف تمارين stretching and yoga for basketball player بتعمل relaxation للمسلز للعضلات. We can also of course put a music. هون صرنا on the other side, left side. كثير مهم هون نركز على النفس، على التنفس تبعنا. هون عم نشوف تمرين استرخاء ويوغا للعيبة كرة السلة. هون بنلاحظ الموبيليتي، صار في عندها جود ستراكشر، البوستور جامده، جسمها قاسي على الملعب، قدرت تعمل كنترول وتسيطر على جسمها بشكل كثير جيد.
إذا بنلاحظ إنه هالوضعية بتحضرنا كثير لدفاع، لأنه وضعية الدفاع هي وضعية منخفضة جدا، وبده يكون عنا إجرين كثير قاسيين، وعنا كثير باور وجود ماسلز already to handle pressure. بنلاحظ هون قد اللعبة منخفضة على الآخر، يعني أكثر مما نحن مطلوب منا على الدفاع. فهذا الشيء بخلينا بيساعدنا انه بالديفنس نعمل بيرفورمانس كثير منيح. الضغط عم بيصير تحت الايدين، ما في بريشر عليهم. هون the other side، دايما بنشتغل الشغله طبعا يمين وشمال، ما بنشتغلها بس ميله وحده. لاحظوا قد ايه في تركيز على النفس، اهم شيء نركز على النفس بتمارين ستريتشنج او حتى بتمارين اليوغا او تمارين الكول داون. We can do this before practice and we can do it after practice also or any day. حيال نهار فينا نعمل هيدا التمرين. هون في عنا كمان استحضار صور في العقل اللي انا حكيت عنها، كثير مهمه نعمل تصور، يعني نكون نحن حاطين ميوزك وعاملين كول داون، ايدينا مرخيين، معدتنا مشدوده بس لحالها، عم نركز على النفس تبعنا. هذا التمرين جدا منيح من فتره لفتره المدرب يستخدمه للعيبته افتر اذا كان عنا هارد براكتس او اذا كنا خسرانين مباراه. كثير مهم انه هذا التمرين next time before talking about the game او قبل ما نحكي عن الخساره. هيدي المهارة جدا 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 مهمة، لأنه لازم نشوف نحن نتصور قصص ممكن ما صارت معنا قبل. أوكي، هيدي كتير مهمة، استحضار مع هذه الصور والمشاعر والانفعالات التي تربط بهذه المواقف. ومنحط ميوزك كتير بدها تكون ريلاكسينج، أكيد مش ميوزك فيها كتير ضجة، لأنه ما بتكون عم تساعدنا لنوصل للشيء اللي نحن بدنا نعمله. كتير مهم نعمل المديتيشن مثل ما عم نشوف هون طلاب على الأرض، وأنا بأكد لكم أنه بتوصلوا لمطرح أنه ممكن تناموا، يعني تخفوا على الآخر وشوفوا من بعدها كيف رح تعملوا أداء أفضل. هون عم نشوف لاعب عم بيعمل شوتينج وما عم بفوت وما عم ما عم بتفوت الطابه معه، وراح يعصب وراح يكون كثير محبط، عم بيحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. وراح نرجع نشوف فيديو اخر لما يطلب منه المدرب انه انت لازم تعمل تصور للشوطه تبعك قبل ما تشوط، ونرجع نشوف كيف بلش يعمل فوكس، كيف زبط اجريه. هو كان كل همه انه انا ما عم فوت، ما عم بفكر انه الا بالشوطه، لاحظته شوطه اثنين ثلاثه ما عم بتفوت، عصب. واي عم بيسأل حاله ليه ما عم بتفوت الطابة معي، وبعده عم بحاول وبعده عم بحاول. ما جرب يوقف ياخد نفس ويركز شوي ويعمل تصور إذا في شيء عنده خاطئ بالتكنيك تبعه. كوتش هيلب مي، عم بيطلب من المدرب إنه يساعده، ليت مي تيتش يو. هيدي شغلة كتير مهمة برجع بقولها، كيف واحد لازم يعمل تصور للحالة أو للأكسيون للأكشن يلي هو بده يعملها بيفور دوينج إت، قبل ما تعمل الموف او تعمل الاكشن لازم يكون في عندك انت تصور. البروسيس حكينا عنه باول محاضره، مش كيف ليش شطت وحطيت برا، لا، فكر اذا انت اصلا وقفت صح، واذا انت الفوتور تبعك صح، واذا انت التكنيك تبعك. اوكي، سي يور سيلف دوينج ذا موفمنت، لازم تشوف حالك بينك وبين عقلك كيف انت عم تنفذها للحركه، وشوف وين الغلط، وراح تلاقي انه في تكنيك معينه انت عاملها غلط ومشان هيك ما عم تقدر تفوت. هلا رح نشوف هون لما نعمل تصور تراي اجين، دائما لازم نحاول وما نستسلم. رح نشوف انه اللاعب هون وقت بلش يعمل فوكس
ببطل انجري، لانه اذا ما عملت كنترول على الانجر تبعك وخليت الانجر يسيطر عليك ما بقى رح تفوت. ان شاء الله لو عملت شو ما كان يكون، يعني حتى لو وقفت صح بدك دغري من اولها، من اول شوطه حطيناها برا ما نستسلم. رح نشوف هون بيرفكت شوت، ليه؟ لانه عمل تصور للاكسيون تبعه. ليش المديتيشن او التامل بالباسكت بول كان ميك يو جريت؟ ليش المديتيشن والتامل بخلوا اللاعب كره السله منتلي نفسيا ريدي والصلابه العقليه عنده قاسيه؟ منتل تريننج فور باسكت بول، رح نشوف فيديو موتيفيشن، الفيديو رح نحضره سوا. ليش التأمل كتير مهم؟ خلينا نسمع الفيديو مع بعضنا. أول شيء بخليك تفوت بالمنافسة مرتاح وفوكس أكتر، وتعمل تصور للأداء تبعك. عفوا الفيديو بصوت ولا لا؟ لا لا، هو بس عم بيحكوا. طبعا في صوت بالفيديو. ما عم اسمع الصوت حاليا، وبالنسبه للبث المباشر مش مشكله. انا على كل حال انا عم بشرح. اوكي، بس التذكير اغلبهم ما كتبوا اساميهم او الرقم. اعملوا معروف يلي موجودين يكتبوا الاسم باللغه الاجنبيه ورقم التليفون. هون بالفيديو عم نشوف نحن انه لازم اللاعب يكون very calm before any competition. ما فيك تكون فايت على competition انت معصب، بدك تكون كتير رايق والفوكس اهم شيء. رجعنا عم نحكي عن التصور قد ايه مهم، يعني حتى في دكاتره وعلماء نفس بيروحوا لعندهم لعيب كره السله، كثير مهم انه دائما اللاعب يكون عنده تصور للاكسيون او للفعل يلي بده يعمله بقد الملعب ليقدر يطبق بطريقه صحيحه البرفورمنس والاداء تبعه. تقدر تلعب ساعتها انت بثقه اكبر لما يكون في عندك المديتيشن يلي هي التامل، اليوغا، الميوزك، ريلاكسيشن بيفور اني جيم او ايفن افتر اني جيم لتتحضر للنكست ستيب. إذا عم نسمع هون اللي عم بيسمع عم بتقولوا شو see yourself okay scoring، يعني أنت إذا كنت عامل فوكس على الجيم إنه أنت عم تشوف حالك بالملعب، أنت you are scoring you are defending you are stealing the ball، هيدا الشيء إذا حطيته براسك وفتت فوكس رح يصير معك بالملعب. كثير مهم نعمل تأمل ونعمل تركيز. رح نشوف هون بلشنا بالتمارين يلي هي المنتل تفنس. اوكي، هيدا الشيء، هيدا التمرين اللي عم نشوفه هون اكيد بده فيزيكال، بده يكون الواحد فيزيكال عنده جود ماسلز، ما ضروري يكون واحد عنده عضلات كثير ليعمل هيدا التمرين. العصب كثير مهم، والمنتاليتي انك انت تكون جاهز وريدي انه تقشط الطابه لحدا يمكن اضخم منك. بنشوف نحن صار بيقدروا ياخذوا طابه من حدا طويل. It's not because the body, it's about the mentality. هون عم نشوف toughness drill، معنا طابه، two players حاملين الطابه وعم يجربوا يشدوا عكس بعض. خلينا نشوف التمرين مع بعض. هذا التمرين كثير منيح ليشتغلوا تلاميذكم عليه، واكيد to keep their good work. لو حركوا الفوتورك تبعهم، هذا another one على the starting of the game. هيدي one of the situation يلي كتير مهمين، لأنه كتير مهمة بداية المباراة، يعني في خطط لتبدأ. هيدي one of the game situation، حالة من يعني game situation بنتمرن عليها، بنمرن الفرق تبعنا على ال start of the game. في ناس كتير أو في كتير لعيبة أو في كتير مدربين ما بيعطوها أهمية، بس إنه how to start a game وخاصة
وقت الحكم يكب الطابة بالهواء، إذا كان عندك أنت خطة معينة متبعة، هيدا الشيء ممكن يخليك أنه أنت تسكور the first one، وهذا الشيء رح يعطيك motivation لتقلي على المباراة بشكل جيد. كيف تكون أنت مسكر كل الزوايا اللعيبة يلي هن الـ opposite team أو الـ opponent من شان ما يروحوا يحطوا السكور فيك بالأول، كتير مهمة how to jump and to how to tip the ball. نحن بنعرف أنه هون ما في اللاعب يلقط الطابة، هون they are practicing to be hard how to follow the ball. هون عم نشوف كمان sprint and slide defense، إذا تكررت كذا مرة اللاعب هون رح يكون physically tough and mentally tough. نحن بنعرف إذا اللاعب تعب بالملعب ممكن إجري يوجعوه، ممكن نفسية، ممكن نفسه يتعب، بس إذا كان هو mentally ready هو بينه وبين حاله رح يصير في conversation، رح يصير في حديث إنه أنا I have to continue، أنا I have to keep going، أنا I have to win this game، أنا I have to play with for my team. هيدا ال conversation بينك وبين حالك كتير مهمة. هون عم نشوف كمان how to block and go to get a rebound very tough. هون عم نشوف اللاعب كيف عمل block، كيف طلع وبرم على اللاعب ليأخذ طابة. هون عم نشوف كمان 3-3 pressure defense، كل لاعب معه طابة وعم نحط pressure، عم نضغط عليه دفاعيا، وعنا المدرب تحت السلة هو بلا طابة، كل لاعب بلاقي انه في يلعب باس بيلعب باس، بيرجع اللاعب بيرجع المدرب برد له الطابة. هودا كله mental toughness drill، فيزيك بس كمان منتلي، لما تكون انت ريدي تو هاندل اني بريشر، انت جاهز تسيطر على حيلا ضغط بيصير عليك. ما تنسوا هون عم بيلعبوا هون التمرين، رح نوقف شوي هون لاشرح شغله. نحن بالملعب رح نواجه فريق خصم، رح نواجه مدرب خصم، رح نواجه جمهور خصم، رح نواجه جمهورنا يلي ممكن يلومنا، رح نواجه الاداره تبعنا اذا اشتغلنا غلط. يعني احنا مش عم نواجه مدافع واحد، عم نواجه مجتمع بكامله بقلب هيدا الملعب. سو انت اذا جاهز منتلي اوكي فيزيكلي رح تكون ريدي، واذا جاهز فيزيكلي منتلي رح تكون ريدي، هن اثنيناتهم بيلحقوا بعضهم. رح نشوف هون اللاعب كيف عم بخبطوه وعم يضربوه وعم يعملوا بريشر عليه بين ثلاثه وعم يطلع يعمل لاي اب وفوكسينج اون ذا باسكت. رح نشوف البروسيس هون، ببلش اللاعب دربلينج، بيقطع من اول بريشر، الثاني والثالث. طبعا فينا نضغط على اللعيبه نحط 4-5 هو قاطع، يكون في اوبستكلز عم يضايقوه، ممكن نستعمل النودل تبع البيسين يلي بيكونوا ما بيأذوا الستيكس، نضربه فيهم. رح نشوف بعد التمارين هيك. هون he is showing us tough position، هذا اللاعب عم يفرجينا position very tough، كيف هو protecting his ball، كيف بحمي طابته. لما تكون انت عم تطبق هيدا الاكزرسيس بهيدا الشكل القاسي، المدافع هو رح يشوف انه انت قد ايه ريدي. يعني هون رح يحسب لك حساب المدافع. هون عم نشوف رفيقه كمان كيف عم بيبرموا، عم بيعملوا البيفوت تبعهم، عم بيحافظوا على الطابة، قلبه اوت لكوع لبرا. هون عم بيخلق لحاله زاوية يتمرن how to handle pressure إذا كان في عليه مدافع during a game أو during a practice. هون صار في عنا اللاعب الثاني إذا ملاحظين عامل boxing، عم بيخلق عليه pressure لما يخليه يقشع كيف بده يلعب باس لبرا. هون كلهم pressure practice. هون شوي الصورة عم تقطيش، رح نشوف كمان هون another one another video كمان على mental toughness. هون عنا لاعب وعنا مدرب، هيدا اللاعب في عليه اثنين مدافعين عم بحاول يطلع على السلة اوكي. بطئت شوي الصورة لأنه صار في عطل عندي بسيط بالشاشة، هلأ بيمشي الحال. هيدا اللاعب عم بيحاول يطلع على السلة، بس في اثنين عم بيجربوا انه يعملوا بريشر ديفنس عليه. بالتمرين فينا نحن نطلب من اللعيبة انه يدفشوا ويحطوه برات الخط، لانه نحن هون عم نتمرن طبعا يدفشوا حتى لو صار في فاول، بس بالملعب بده يكون هو ردي انه المدافعين اللي عم يتمرنوا هن كمان هون عم يتمرنوا على ديفنس، اكيد ما يخبطوا اوفر ويأذوه للاعب، لانه هون عم بيساعدوا بعضهم. عم نشوفوا للاعب اخذ الطابه، في عنا اثنين لابسين احمر عم يضغطوا عليه اندر بريشر، بده يحاول هو يحط سكور، بيتركوا له الطابه حتى لو راحت خارج الملعب بده يجيبها وبده يكفي يجرب يحط سكور تحت الضغط يلي عم بيحطوه. هون كمان فيديو اخر عم نشوف اللعيبه كيف عم بيطلعوا بقوه، حتى هون عم بيقدروا يعملوا دانك لو في مدافع بوجهن. هودا التمارين بقوه اللاعب نفسيا وجسديا. نتعلم كيف نطلع فيري اجريسيف على السله باصرار وتصميم واراده، وما نخاف من الديفنس او المدافع يلي بوجهنا.
طبعا هون عم يتمرن هجوميا ودفاعيا، كمان الدفاع بده يشتغل شغله كثير. شغله مهمه learn to handle pressure defense، نتعلم كيف نحن نقدر نسيطر على الدفاع اللي عامل علينا ضغط، نقدر نتقبله. trust yourself، يكون في عندك ثقه بحالك بالاوفنس، عمول كنترول على الطابه على السيتويشن، فوكس ركز اذا لازم تشوت او لازم تفوت على السله او لازم تلعب باس، وما تخاف من الفاول لانه مرات كثير ممكن يصير في خطا عليك قاسي جدا بس الحكم ما يصوفر. هون عم نشوف كمان تمارين ثاني. هون عندنا اربع لعيبه عم يمرروا الكره وعندنا اربع لعيبه عم يخلقوا بريشر ديفنس عليهم ليحاولوا يطلعوهم من برات التركيز تبعهم ويلعبوا باس خاطئ وتجي الطابه اوت. عم نشوف هون انه طلعوا اثنين عليه تراب وهذا المدافع قشط الطابه. طبعا هون برجع بقول بالتمرين معلش اذا صار في شويه بريشر شويه ضغط شويه قتال يعني لانه نحن هون عم نتمرن، خليه يتعلموا انه يكونوا قاسيين على ارض الملعب. وطبعا الاربع لعيبه اللي برا كمان عم يتمرنوا على التمرير. هون عم نشوف كمان اللاعب كيف فات وجرب ياخذ تشارج، واقف واخذ تشارج ورجع ركض، بنكب له الطابه وبده يسحب زحف على الارض يلمها ويرجع يروح يحط سكور. هيدا التمرين جدا مهم يلي عم بيقطع قدامنا، ما بعرف قد ايه قادرين تشوفوا الصوره. هون عم نستعمل الباد، عندنا تو بلايرز معهم الباد تبع البوكسينج او تبع التايكوندو، اللاعب عم بيحاول يطلع على السله وهن عم يجربوا يدفشوه يخلقوا عليه بريشر، اندر بريشر بده يجرب يطلع يحط سله، كثير مهمه للسنتريه للعيبه الطوال تحت السله لانه هن اكثر شيء بياكلوا خبيط ولازم يكونوا فيري 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 عاملين كنترول على الانجر تبعهم، هن اكثر ناس بيركضوا بالملعب لانه من تحت السله من اول السله لاخرها لينزلوا لموا ريباوند ليرجعوا على الدفاع بيركضوا اطول مسافه بالملعب لعيب السنتر البوست بلاير، واكثر حدا بياكل خبيط تحت السله هن السنتريه. هون عم نشوف كيف عم يجربوا يخلقوا له بريشر وما يخلوه يقرب على السله وهو عم بيحاول المستحيل يقرب يحط سكور. هون عندنا 1 on 1 1 on 1، عندنا 3 بلايرز هون فور ذا يوز للصغار، فينا نلعبها لل 13 14 15 years old 1 on 1 بس كمان عم نحط بريشر. ال 1 on 1 كثير مهمه للاعب يكون في عنده فوكس، يكون في عنده كونفيدنس بحاله، يكون في عنده ثقه هو عم يتمرن لانه بصير لاعب بيقدر يتحكم بكل شيء بالملعب. هون عم نشوف اللاعب كيف سجل ومنعت الطابه لبرا. رح نرجع نشوف كمان زاويه ثانيه على ال 1 on 1. هون هي زيتها بس 2 on 2 on 2، عندنا 2 ضد 2 نفس الرولز. اذا بنلاحظ البلاير عندنا 2 مدافعين وعندنا 2 هجوم وبنبدل دغري سيتويشن ليتعودوا اللعيبه على الاوفنس. هون في عندنا شغله كثير مهمه، يوز ذيس كومبتيتيف دريل تو تيتش فوت ورك اون ذا كاتش. لاعب يتعلم كيف يلقط الطابه ويعمل جود فوت ورك. ريباوندينج تكنيك اند تكتيكس، كيف بلقط الطابه مش الريباوند، بدنا نتعلم التكنيك الصحيحه للريباوند مش انه نطينا وحيلا في تايمينج. يعني مرات كثير بنشوف ناس قصار بيلقطوا طابه تحت السله وناس طوال واقفين ما بيقدروا يعملوا شيء لانه هيدي في تكنيك معينه وفي تايمينج في توقيت معين نعرف امتين نطلع نجيب الطابه. هاو تو بينتريت اند باس رياكشن، امتين بنخرق على السله وامتين نحن بنلعب باس لبرا. في كثير لعيبه مرات بيكونوا تحت السله بخافوا بكبوا الطابه لبرا بتروح الهجمه على الفاضي بينما هن لازم يكونوا عم يطلعوا يحطوا سكور، ومرات بيصير العكس. سو لما نحن نمرنهم بالتمارين تبعنا على هودي السيتويشن على هودي الوضعيات هن بيصيروا جاهزين خلال المباريات انه يعرفوا يتصرفوا بطريقه صحيحه. هون 3 on 3 on 3 نفس الجيم نفس الرولز بس كترنا لعيبه، صرنا عم نشتغل 3 على 3 على 3، عندنا 3 مدافعين 3 هجوم و3 اوتسايدر. لما تخلص الهجمه للفريق الهجوم الثلاثه يلي برا هن بفوتوا على الهجوم وبنقلب المدافع. هون شفنا انه حطت سكور الفريق تبعها. خلينا نشوف هيدا الاكزرسيس قد ايه حلو. هون اللعبه بتجي بتاخذ تشارج توقع على الارض، هيدا وايند اوف ذا براكتس، مش هي وقعت لانه رفيقتها ضربتها، لا نحن التمرين انه توقع اللعبه على الارض تركض تسحب تجيب طبطه وترجع تحط سكور اندر بريشر. رح نرجع نشوفها بعد مره، اللعبه هون نزلت على الباسكت كانت عم تعمل دفاع، المدافعه اخذت تشارج ركضت الطابه كبل اياها المدرب على الواطي بدها تكب حالها على ارضيه الملعب لانه هودي حالات بيصيروا معنا وما بنشوف الا اللعيبه يلي قلبهم قوي وقلبهم كبير بينزلوا بلموا الطابه على الارض and they play normally بيعملوا فوكس عادي. هون عم نشوف هيدي كثير مهمه، فيكم تلعبوها 2 على 2 3 على 3 4 على 4 5 على 5. عندنا
مدافعين، عنا مدافع، فريق المدافع، وعنا فريق الهجوم. شوفوا شو راح يصير. فريق الهجوم عم يمرر الطابة عادي على الوصل تبع المدرب، لما نصوفر المدرب بتقلب الطابة بشكل سريع، هيدي كتير مهمة للهجوم لتمرير الكرة وللمدافعين كيف يبدلوا روتيشن. رح نشوف هلأ كيف بحط اللاعب لما نصوفر الحكم، حطوا الطابة بالأرض وبدلوا. هون وان اون وان كل سلات الملعب بتستخدمهم، يعني انا عندي مثلا ملاعب فيها اربع خمس سلات بيلعبوا وان اون وان، اللاعب اللي بحط خمس سلات قبل الاخر هو بيربح. بدهم يمرقوا على كل سلات الملعب. هون عنا حاله وحده، يعني عم نشوف بس تو جيرلز بنتين عم بيعملوا هيدا التمرين. بدهم يضلهم يلعبوا لوحده منهم توصل لخمس نقاط. هون طبعا نحن حاطين هلا مشهد صغير اندر بريشر، يعني بدهم تاكل خبيط اللعبه لتحط سله، وما بيصوفر المدرب خطا، حتى لو صار في خطا خلي يتعودوا على الاخطاء، لانه بالمباريات كثير مرات الحكم ما بيصوفر خطا، ما بيشوف الخطا. وما بدنا نحن هون نصير محبطين، وبدنا نصير نصرخ على الحكم ونخلق مشكله، بدنا نعمل كنترول للانجر تبعنا، بدنا نسيطر على الغضب تبعنا ونقلبه لشيء ايجابي. عم نشوف هون اللعبه الشقره بلشت تتعب، سجلت هون كومبيتيتيف، هون بلشنا شوي اكثر بالكومبيتيشن يلي هي فيها تشالنج كمان. يو نيد وان اوفنسيف بلاير اون ذا ليفت البو، وان ديفنسيف بلاير. رح نشوف الشرح، رح اشرح لكم اياه انتم عم تشوفوا اللعبه لما نضيع وقت بالقراءه. عندنا تو بلايرز ذا ار دوينج ذا فوت فاير دريل، اذا لاحظتوا عم نعمل الفوت فاير دريل، طابه بالنص على صفيره بيركضوا، مين بيسبق بياخذ الطابه وبيروح بيعمل سكور دغري على السريع. ليش؟ ليش هون اتس كومبيتيشن؟ لانه 1 اون 1 بس في كثير لعيبه ما بيفكروا انه هيدا اتس منتل، اتس منتل جيم، لا هيدا اتس منتل، لانه هون انت في لاعب لاحقك وبده يقشطك الطابه. في لعيبه كثير لما يكون في مدافع لاحقهم بيتوتر وبطلوا يركزوا بحطوا السله برا بالاوت. رح نشوف هون كمان هيدا اللاعب اللي هو تحت الباسكت عم بحطوا عليه ضغط وهو عم بحاول يسجل. واللاعب الثاني اللي واقف على المدافع عم جرب يتعلم كيف ياخذ تشارج. لاحظوا كيف كل لاعب بفوت ببدل ونتعلم كيف ناخذ تشارج، كثير مهمه هيدا التشارج نتعلمها، لانه هي بتربحنا مباراه وبتربحنا بطوله، نعرف كيف بدنا نوقع على الارض. كمان زاويه جديده، كل لعيبه كل الفريق عندك بتحطه، بتحط لاعب واحد، لاحظوا كيف عم يدفشوا فيه، عم يدفشوا عم يدفشوا عم يدفشوا، لاحظوا عم يدفشوا ليبطل ليفقد ليفقد الكنترول، بنكبل له الطابة على جنب بيحاول يروح يلقطة، كمان بيوقف هون ليدفشوا المدرب بده يرجع يروح سبرنت للاخر يحط سكور. هودي كلهم بريشر منتل تافنس دريل. لاعب اخر كمان عم يدفشوه بكبوا له الطابة على الارض بيزحف، بس بايده بيلمسها الكوتش بيدفشوا على الارض بيقوموا رفقاته وبيركض لتحت بيعمل سبرنت كمان ليعمل سكور اندر بريشر بعد ما بيكون اكل خبيط. بليز احضروا هذا الفيديو واسمعوا اسمعوا شو عم يحكي. عفوا ما في صوت الفيديو. يلا انا بشرح. عم نشوف هذا اللاعب يلي عم يسدد كذا سلة، لازم دايما نشتغل طف، نحط بروسيس مثل ما شفنا. أنا عندي 60 ثانية، ب 60 ثانية أنا لازم سجل مثلا 10 نقاط، لازم أتحدى حالي لحط هودي العشر نقاط، لازم أعمل فول فوكس لأتمرن. لما تحطوا هدف تقدروا توصلوا بسرعة، بس لما تنزل على الملعب تشوت 100 شوطة وما تحط ولا وحده انت ما عم تكون عم تفيد حالك. بدك تكتب على ورقه انا اليوم نازل على الملعب عندي 60 ثانيه، ب 60 ثانيه هلا بدي احط قد ايه 15، بدي ارجع عيدها ب 60 ثانيه هلا لازم احط 20، بدي احسن ما بدي ارجع لورا. التمرين اللي بعده بدك تزيد 120 ثانيه بدي احط 30. هيدا كثير مهمه اللي عم نشوفه بالفيديو، لاعب عم بشوت بس في 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 توكينج عم بشرح لكم اياه انا. كثير مهم تحط تارجت لإلك، لانه هذا الشيء بحسن لك الافرج تبع الشوتنج تبعك، وبصير في عندك ستاتستيك، يعني بصير في عندك احصاءات جيده، بتصير لاعب تقدر تحط سكور اندر بريشر. والشوتنج مرات اتس تشانس، مرات كثير اهم لاعب بحط اهم شوطه بالملعب.
هون رح نشوف حالة game situation، هيدي لازم تمرنوا لعيبكم عليها من خلال مباراة عم تلعبوا 5 على 5. بعد في عنده 5.1 seconds، 5.1 من الأعشار من الثانية. أوكي، حكيت بأول المحاضرة عن شيء، عن جملة كتير مهمة، كيف نحن نحط اللاعب، نعود اللاعب يكون مرتاح بالوضعية اللي هو ما بيكون مرتاح فيها. هيدا اللاعب هلأ بوضعية جدا سيئة، لا يحسد عليها، الجمهور كله واقف عم بيصرخ. بعد في عنده أقل من ثانية وعنده 3 نقاط لازم يحطهم، خسران بثلاث نقاط. هيدا اللاعب إذا أنت بتمرنه دايما بتمرين تبعك من فترة لفترة، بتحطه بهيدا الجيم سيتويشن، بتحطه بهيدا الوضعية وبتمرنه، شوفوا كيف رح يفوت على الملعب، عامل فول فوكس ورح يحط أندر بريشر ورح يربحك المباراة. هيدا الفيديو أكبر مثال لهيدا الشيء، رح نشوف هلأ. هيدا اللاعب رح يشوت وعليه 2 وعنده بريشر وحط السلة. هيدا اللي حكيتها بالأول، train to be comfortable being uncomfortable. يمكن لو ما حطها كان رح ينلام، بس لما أنت تمرن اللاعب على الوضعيات الصعبة جدا بلعبة كرة السلة، رح يطلع عندك لعيبة، رح يطلع عندك لعيبة تقدر تحطهم وين ما كان بالملعب، وين ما بيكون في حالة صعبة بأرض الملعب رح يقدروا يعطوك نتيجة إيجابية. هون كمان تمرين تاني كمان للمنتل تفنس وللبريشر، اللاعب بده يتحرك وكلهم عم يجربوا يخبطوه بايديهم عم بحطوا عليه بريشر. اكيد هذا التمرين بيكونوا كل اللعيبه عم بيقطعوا فيه ورا بعض لنتعود، لانه بالملعب نحن ما رح نكون مرتاحين، رح نكون عم ناكل خبيط. وبرجع بقول لكم most of the time الحكام ما بينلاموا، هن انسان عندهم اخطاء، مرات كثير نحن بنعتقد انه صار علينا خطا بس اصلا ما بيكون في خطا، مش كل لمسه او كل ضربه ممكن تكون خطا، ما في الحكم كمان كل شوي يضل يصوفر. رح نشوف كمان تمرين اخر للبريشر، طابه محطوطه على الارض واللاعب يلي فوق بده يحاول يلمسها خلال وقت معين. هون بتحط له انت عندك مثلا 15 ثانيه بدك تجرب تلمسها، اذا ما قدرت بدك تعمل بوش اب، حط له تارجت، حط له موتيفيشن، بدك تشجعه. رح نشوف انه عم يعمل مستحيل حتى لو بده يكب حاله على الارض ليلمس الكره. هو التمارين كثير مهمين انه يعملون تلميسهم. One on one will drill. هيدا كمان one on one drill. Another one. Place the ball in the middle. رح نشوف هون اللعيبة قاعدين على الأرض. اخدين البوزيشن تبع مش البلانك، نايمين على الأرض على بطنهم. Both players need to lie on their chest. على صدرهم. على go both players get up as fast as possible. بقوموا بسرعة head for the ball. بيركضوا على الطابة. رح نشوف هون كيف ركضوا على الطابة. One on one drill. اللي بتاخد الطابة بتروح على السلة to score. هون ليش هيدا الاكزرسيس مهم؟ لانه مرات كثير نحن بالملعب بنوقع وبكون بعد في عنا 3 4 سكندز ولازم نروح نحط سله وقادرين نجيبها بس بنستسلم. لما تشتغلوا هيدا الاكزرسيس تكراريا، يكرر الاكزرسيس، هيدا اللاعب بصير عنده فول فوكس، انه لما تصير معه هيدا الوضعيه بكون عنده تصور لها مسبق رح يقدر ينفذها ويطبقها بشكل جيد. هون عم نشوف انه كيف المدرب عم بكبها للطابة عم بدحرجها واللاعب عم يركض من ميلة لميلة، كيف جولر الفوتبول نفس الشيء، بيروح اللاعب بياخذ تشارج. هون عم نشوف كمان لعيبة حاملين طابة بايدهم وبتاني ايد في طابة بكيس نايلون، كيس يلي بتجيبه فيه غراض من السوق. ليه كيس نايلون؟ الكيس النايلون رح يخلي الطابة تزحط من ايدهم. اذا ملاحظين انتم ماسكين الطابة اخذين الوول سكوات على اجريهم، ديفنسيف بوزيشن على اجريهم، يعني هن من تحت عم بحسوا بالتفنس على الفيزيكلي، وبنفس الوقت حاملين هذا كيس النايلون يلي بخلوا اصابعهم يزحطوا على الطابه ليعملوا كنترول اكثر على الطابه، عم نحطهم بوضعيات صعبه ليتعودوا عليها. قبل شوي كنت عم بقول لكم اللاعب يلي نازل على السله فينا نستخدم ادوات كثير لنحط عليه ضغط، مثل هودي الادوات، هودي التلاميذه، يمكن في حدا منهم عم يحضر. بنشوف انه في لاعبه عم تعمل دربلينج ولاعيبه الثانيين حاملين النودل يلي هن بنستخدمهم بالسويمينج بول وعم بخبطوهم، هودا ما بيأذوا، عم بحطوا بريشر عليهم ليتعودوا يعملوا دريبل وما يفقدوا الكنترول على الطابه. نفس الشيء بالملعب، اللاعب بخبطك بدفشك لازم تضلك انت مسيطر على الطابه، اذا انت مرن على هذا الشيء وعندك سابق تصور لهيدي الحاله رح تكون انت بالملعب قادر تكون جريت وتعمل اداء رائع بالملعب. هون كمان هن عم بيعملوا بنتريشن، عم بفوتوا على السله. هون كمان عم نشوف انه انا عم بعمل بريشر عليهم للعيبه، رح نشوف كمان هون بالطابه الكبيره
كيف أنا بكب الطابة عليهم. هيدي الطابة طبعاً ما بتأذي، هي طابة ملياب كبيرة نايلون بس ضخمة. هو اللاعب فايت بنضربه فيه كمان ليحس ببرشر، لأنه كتير لعيبة هنو طالعين على السلة، إذا شوي المدافع هزهم بيفقدوا الكنترول وبتروح السلة. هون عم نشوف كيف اللاعب يلي لابس كحلي عم يدفشه لرفيقه وعم بحطه أندر برشر، عم نشوفها من زاوية تانية كيف عم يضغط عليه لما يخليه يقرب، تخطيه وطلع على السلة. كمان هون عم نشوف أنا واللاعب اللي لابس أحمر عم نضغط عليه، صرنا اثنين عم نضغط عليه. هودي كتير مهمين التمارين، عم نشوف نحن لمحات سريعة. هون بخليكم بخلي اللاعب ما يستسلم بالملعب، حتى تحت أي ضغط بيصير عليه لازم يكفي ليروح على السلة ويحط سكور. هون عم نشوف كمان من زاوية أخرى كيف كيف أنا عم بدفشه بالطابة الثقيلة وهو بده يكفي يطالع على الباسكت بلا ما يفقد السيطرة على الطابة. هون أنا معي طابة صغيرة عم جرب أخلق ديستراكشن، عم جرب إنه أعمل تمويه لأفقد لهم السيطرة وعدم التركيز للعيبة عندي. هون صار معي طابتين صغار هي وطالعة اللعبة، بزيد الطابة، طابة اثنين ثلاثة ممكن أوصل لأربع خمس طابات، استعين بحدا من اللعيبة. بدنا نكب الطابات بالهواء على الأرض هي وطالعة اللعبة، تجرب إنه ما تتأثر فيهم وتسجل مثل ما شفنا هون الصبية. هون كمان عم نستخدم الباد تبع التايكوندو او تبع البوكسينج، عم نخلق بريشر على اللعيبه، هون عم شوية موتيفيشن، عم بخبطوها للباد هن عم بيعملوا دريب. هون عم بيفكروا بشغلتين، هون عم نشغل لهم عقلهم، عم نعمل تمرين برين تريننج، عم بيشغلوا عقلهم وعم بيشغلوا الدريبل تبعهم، يعني عم بيعملوا كوردينيشن، عم بينسقوا بين حركتين، لازم الطابه يسيطروا عليها ما يفقدوا السيطره على الطابه، وبنفس الوقت لازم يعملوا تابينج للباد اللي موجوده. هون تمرين ثاني، لعبة طويلة عم تستخدم الباد لتخبط رفيقتها على كتافها ولو قسيت عليها شوي لتعمل ضغط عليها لتتعود على الضغط بالملعب. ما لازم الطابة اللعبة تفقد الكنترول على الطابة تبعها. طبعا بنغير اتجاه يمين شمال، ممكن نحن نزيد كمان بريشر، يعني نجيب لاعب ثاني. هلا بنشوف انه بزاوية اخرى شخصين عم يضربوا اللعبة من مالية اليمين ومن مالية الشمال. هيدا كله فيزيكال منتل تافنس دريل ان كمان برين تريننج لنعود اللعيبه على البريشر وعلى الضغط. هون عم نشوف انا والصبيه اللي معي عم نحاول نحط ضغط على الصبيه يلي عم تتحرك. هون اللعبه عندي عم تعمل دربلينج بوث بول طبتين، وانا عم جرب اخلق بريشر عليها من ميت اليمين وشمال لخليها تفقد الكنترول قد ايه فيها تضاين هي وعم تطج بلا ما اخلق عليها بريشر. هون كمان من زاويه ثانيه طبعا نحن عم نشوفهم بطريقه سريعه بلمحات سريعه لتاخذوا فكره عن بعض التمارين اللي ممكن تستخدموها مع لاعبتكم. هون كمان اللاعبه عم تجرب تنزل على الباسكت، بنحط عليها بريشر بعدين بنتركها تنزل وبنضربها من ورا لنضلنا ضاغطين عليها كل الوقت. رح نشوف هون ايا، ما بعرف اذا ايا كانت معنا عم تحضر بعدها ما بعرف، واندريا كيف طلعت على السله. هون بلشنا بشيء اسمه برين تريننج، يعني لما انت عم تشغل العقل عم تشغل العقل بهودي التمارين. ليه؟ ليه عم نشغل العقل؟ لأنه اللاعبة بدها تطج بنفس الوقت حاملة طابة تانية هلا بدها تعمل فيها تمرين آخر، يعني هي عم تحضر حالها لتبلش تعمل شيء تاني. هون عم نعمل كروسفيت، عم نشتغل فيزيكلي، عم نعمل كروسفيت بالحبل وبنفس الوقت they are dribbling the ball. عم نشوف left and right side اثنين لعيبة عم يعملوا دربلينج، ممنوع الطابة تفلت منهم، but at the same time they are doing the crossfit يلي هو حبل ثقيل وفي بريشر في ضغط عليهم. Between brain imbalance a series of brain training رح نشوفهم هلا. في شوفوا هودي التمارين قد ايه مهمين وقد ايه بيشغلوا العقل. لما نحن نضيف قصص على طابة كرة السلة، طابة تنس، طابة صغيرة، نشتغل مع الوول، نشتغل مع الحيط، مع بارتنر او مش مع بارتنر، نحط صعوبات بالتمارين تبعنا ان كنا عم نشتغل سيلفش او كمجموعة، شوفوا قد ايه رح نستفيد بالملعب. رح نحضر الفيديو سوا. هلا رح نشوف هون كيف هيدا اللاعب رح يبلش يطبق هيدا التمرين اللي ما كان عم يزبط معه بالاول. عم نشوف هلا صور لمحات سريعه. في عنا طابه صغيره، في عنده طابه الباسكت. هون عم نشوف اللاعب المدرب عم بكب طابه الباسكت للاعب وبده يرجع اللاعب يكب له اياها قبل ما ينطلق على السله. عم نشوفها شوي على البطيء انا لانه عملت بوز. اللاعب اللابس ازرق معه طابه والمدرب عم بكب الطابه الثانيه عليه. هون كمان رح نشوف
لعيبه هن عم ينطلقوا على السله كيف نحن عم نكب الطابه، انا كيف كنت عم كب الطابه، هن نازلين دريبل وبنفس الوقت في طابه عم كب لهم اياها، بدهم يشغلوا ايديهم الاثنين. رح نشوف هون البنت عم تعمل دريبل، طبعا هودي اعمار صغيره بنشتغل معهم هذا التمرين بس مش فيري ادفانسد، لو كانوا بطيئين بنشتغلها بطريقه بطيئه. رح نشوف هون كيف عم يستخدم البرين تريننج، عم يستخدم البلو. رح نشوف هذا التمرين اللي انا كمان واحد من التمارين اللي بعملهم. انا هون عندي البلو عم بستخدمها، عم كبها بالهواء شوي صغيره اعلى من ايدي وارجع على القطه بنفس الوقت، عم دربلينج ذا بول بتوين ذا ليجز، عم بعمل وحده من مهارات كره السله بس بنفس الوقت عم ركز على شيء ثاني. هيدا بخلي البرين تبعي العقل تبعي دائما جاهز بالملعب. كمان تمرين اخر بالطبطين، رح نشوف هون كيف انا عم بعمل دريبل وعم بلقط الطابه، هي بدها توقيت وبدها تايمينج، ورح تشوفوا كيف ببلش بطيء وكيف بسرع لانه خلص هون البرين تبعي العقل تبعي صار عامل عنده تصور للتمرين، صار براس التمرين مش بحاجه بقى اركز كانه عم بعمله انا وحافظته انا ومغمضه. رح تشوفوا كيف الطابات رح تسرع بعد شوي. طبعا هيدا التمرين بنعمله للاشخاص يلي هن ادفانس يلي هن متطورين بيقدروا يعملوا دريبل بتو بولز مش بطابه واحد، يعني مش بعده مبتدئين وما بيعرفوا يطجوا بالطابتين. في يكون لحي العمر لانه عنا لعيبه كثير صغار بيقدروا يطجوا طابتين بكل راحه. رح نشوف هون الكروسنج كيف بلشت اعمل الكروسنج للطابات من جهه لجهه، هيدا كله التمرين كثير مدربين او كثير لعيبه بيعملوه بس ما بيعرفوا انه هيدا التمرين بشغل العقل، مش انت مش عم تشتغل بس دريبلينج، انت مش عم تعمل مهاره تنطيط الكره. رح نشوف فيديو ثاني بويت بول، الطابه الصغيره بايدي هي فيها ويت بول، فيها تقل، فيها بريشر. انا بدي كب الطابه على الارض بنفس الوقت ام دوينج ذا دريبل، ما بعرف اذا الصوره عندكم بطيئه لانه انا عندي عم تبين شوي بطيئه يمكن الكونكشن. رح نشوف هون كمان كيف عم بشتغل بالبلو. هون عم كب البلو على الارض واعمل السكيلز مش لفوق عكس اول تمرين شفناه. هون لاحظوا انه انا عم بشتغل دريبلينج بس انا ايد وحده عم باخذها وجيبها، لما انا عم بعمل سويتش للطابات عم بعمل كروس اوفر من اليمين للشمال بتوين ذا ليجز هون بطابه التنس. هذا كله تمرين للعقل، بدي شغل عقلي لاقدر اطبق هودي التمارين، بدي اعمل تصور لهم قبل ما بلش طبقهم. كمان هون اكزرسيس اخر عم بستعمل فيه النودل بول، فيكم تستخدموا طابه تنس، فيكم تستخدموا حيلا غرض بايدكم، بلو، قنينه مي صغيرة إذا ما عندكم الماتيريالز بالبيت. هون بتخلوا اللاعب يعمل فوكس وفول كونفيدنت، بيكون عنده ثقة كبيرة بحاله وبيقدر يركز كثير هو عم يتمرن لأنه عم بيركز على كذا شغلة. هون دخلت أنا كمان طابة التنس أو فينا نحطها بالبينج بونج مع ركلة البينج بونج، أنا وعم بلعب باسكت بول يعني عم شغل راسي بشغلتين. رح نشوف هون تنطيط كرة التنس على الركات وبنفس الوقت أنا I'm keeping my dribble، ممنوع أفقد السيطرة على طابة كرة السلة. كمان تمرين آخر، طابة التنس عم تنتقل من إيد لإيد بس أنا محافظة على دريبل ومركزة على الآخر. هون كمان بالويت بول طابة اللي فيها تقل 3 4 كيلو حسب كل واحد شو عنده شو بحب يستخدم، انا عم بحط بريشر عم بضغط على ايدي الشمال انا وعم بعمل دريبل بايدي اليمين. ما فيكم تشتغلوا هودي القصص اذا انتم منكم عاملين فول فوكس. كمان هون على الحيط دريبل بايدي اليمين وطابة التنس بايدي الاوف هاند عم كبها على الحيط وعم برجع على القطة وعم طبق سكيلز يعني عم بعمل كروس اوفر عم بنقل طابه الباسكت من سايد تو سايد. رح نشوف كمان هذا التمرين
ما عنده بلو في حط اناني مي، في حط حيلا شيء، في حط ثلاث اربع كتب، في حط ثلاث اربع اقلام، اي شيء ممكن تكون انت مبدع وتعمل. بدنا ننقل البلويات من ميله لميله. انا ومحافظه على دريبل تبعي بلا ما افكر كثير بالموضوع، لانه اذا بدي اقعد افكر كثير فيه اكيد راح اعمل غلط، سو بدي اعمل تصور له مسبق لاقدر طبقه بطريقه صحيحه. هودي التمارين بنموا الصلابه العقليه عند اللاعب والقدره والتركيز والموتيفيشن، المعنويات بتكون جدا مرتفعه وعاليه. وحتى لو عمل اللاعب غلط بدنا نكفي. كمان تمرين اخر، لاحظوا الطابية اللي عم ثبتها بالأرض كيف عم ثبتها، بكل قوة، بكل إرادة، بكل ثقة. رح نشوف هون إنه أنا بلشت فوت between the legs، بلشت فوت مهارات، فينا نفوت between the legs، فينا نفوت behind the back، أي مهارة بتحب تطبقها. كمان another toughness drill، هون عندي لاعبتين كل واحد معه طابته، اكيد كل المدربين بيعملوها هيدا بنسميها تشيكن دريبل. فينا نحط كل اللعيبه كل لاعب معه طابه وكلهم بالنص، اول شيء بنحطهم بسبيس كثير كبير، بنرجع بنصير نضيق لهم الزون ونصغر لهم المنطقه ليقشطوا بعضهم الطابات. كل لاعب لازم يحمي طابته بنفس الوقت يجرب يسرق طابه الاخر. هون عم نشتغلها 1 اجينست 1 1 اون 1، كل لاعبه عم تحمي طابتها بنفس الوقت عم تجرب تسرق طابه غيرها. هون عم نشوف كمان الصغار عم يطبقوا الفيديوهات اللي شفناها قبل، انه كمان فينا نشتغل معهم مع 13 14 15 سنه، حاملين الصبايا الباد تبع البوكسينج وعم يجربوا يدفشوا يحطوا عليه بريشر هو وطالع يحط سله. اذا بلشتوا لهم تمارين من هن وعمرهم 12 سنه 13 سنه، راح على 16 سنه راح يكون عندك اللاعب از جريت بلاير، هي كان هاندل everything every pressure on the court. حيلا وضعيه فيها بريشر، فيها ضغط نفسي او فيزيكلي، رح يقدر يتخطيها. هون تمرين كثير حلو، الطابه ورا الزيح وبده يحاول اللاعب باي طريقه ممكنه، حتى لو بده يزحف عم بياكل خبيط بده يجرب يلمسها، وعم نشوف هن كيف عم بيحاولوا يدفشوه ويضغطوا عليه. لاحظوا لاحظوا من بين اجريهم كمش الطابه وقدر تخطيهم. هيدا كله toughness drill، تمارين لتقويه الصلابه العقليه وطبعا كمان تقويه البادي. هون ثلاثه على ثلاثه، ثلاث لعيبه عم بيحاولوا يتخطوا الخط البيز لاين تحت السله، وثلاث لعيبه عم بيحاولوا يطلعوهم برات الانجل تبعهم، كمان هون فيها بريشر كثير. هودي كثير مهمين بلشوا تعلمون اياهم للصغار، لانه على كبر ما رح ينفعوا. اللاعب تبلشوا معه صغير، يعني نحكي يوث، يعني 12 13 14 15 اند اب، يو كان دو ذوس دريل، رح تكسبون على كبر. رح نشوف كيف هذا اللاعب اللابس ابيض عم بيحاول المستحيل ليقطع. هون لعيبه اخذين بوزيشن بتوجع الاجرين كثير، بدكم توقفون دقيقه دقيقتين اذا لاحظتوا كيف هن ناخين، وطابه فوق حطينا وبالايد الثانيه بتحملون حيلا بوا دمبل، ممكن كره الحديديه، حيلا شيء ثقيل بتحملون اياه بايدهم منشان يتعودوا على الضغط البريشر. هذا الشيء بيعمل لهم ضغط نفسي وتحدي انه هن عم يقدروا يضاينوا. كمان تمرين اخر على الكراسي، اجريهم مرفوعين، بنعير وقت، بدنا نخليهم يتحدوا حالهم، نشوف مين اكثر واحد بيقدر يعمل اندورنس، قدره تحمل. لاحظتوا هذا اللاعب بلش يتعب، اللابس اورنج، لاعب الورا بطل فيه، لاعب اللابس احمر بلشوا اجريه يوجعوه، بينما في لعيبه عاملين فول فوكس مركزين ايديهم فوق. وهون كثير مهم نعرف نتنفس صح، نعرف نبلش نحن وقاعدين نعمل تصور لحالنا نحن قادرين نكفي. كمان لعبه اخرى عندنا اربع طابات، شوفوا كيف حيتقاتلوا عليهم، فور بول سكس بلايرز هو جت ذا بول، اللاعب بيلقط الطابه بفوت لجوا، وعندنا 2 بوينت وعندنا 3 بوينت، يعني كل لاعب بيلقط بسجل 1 بوينت 2 بوينت هو بيربح. عم يتحدوا بعضهم كلهم، لانه اللي عم يشوت في واحد ثاني بلا طابه، هن سته وعندنا اربع طابات، يعني في عندنا اثنين على الريباوند عم بيحاولوا يعملوا بلوك لياخذوا الطابه. هيدي اتس فيري كومبتيتيف جيم، وكثير مهمه كمان اللي يعملوا تركيز على السله، عم يتحدوا بعضهم كلهم. بنلاحظ اللاعب اللابس ابيض هون عم ينبش واقف، ما عم بيقدر ما عم يعمل ولا مبادره ليجيب الطابه، هلا نطرها لتنزل لعنده، هذا الشيء كثير غلط، بده يحارب، بده يقاتل، لحقها هلا للطابه. ما فينا نوقف نتفرج على الطابه، بدنا نقاتل تحت السله لنجيب الطابه، هذا التمرين كثير مهم لنتعود تحت الباسكت تو فايت تو جراب ذا بول. كمان تمرين اخر بلانك، بلانك على الطابه.
ليه على الطابة؟ لأنه البلانك على الطابة أصعب، لأنه بدها توازن وبدها بالانس. الطابة بتصير تهز إذا أنت منك آخد جود بوستير. رح نشوف كيف هن واقفين. طبعا هم بنوقفهم نص دقيقة، بنوقفهم دقيقة أو دقيقتين وبنعدلهم إياها وبنزيد لهم البريشر، بنزيد لهم التوقيت، كل مرة بنصعبها بتصير أصعب وأصعب. هون عم نشوف اللعبة هي وعم تعمل بنتريشن، بدنا نتفشها عكس هوديك لاعب بنخليه يفوت بس نحن عم ندفش فيه، بنحط بريشر قد ما فينا، لازم نضربه، لازم نخبطه، لازم يتعود على الضغط. لو توجع لو تأذى كنا نروح نحن على البيت مورمين بعد التمرين لنقدر نعمل جود ريزلت بالجيمات وبالكومبيتيشن تبعولنا. نشوف انه التمارين هيدي كمان بتصير مع الصغار ومع الكبار. رح نشوف هون كمان اللاعب يلي معه طابه عم بيحاول يقدم يتقدم، هيدي كثير مهمه للبوينت جارد للبلاي ميكر، وكيف اللاعب عم يجرب يدفشه بكتفه وهو عم يدفشه، يعني اثنيناتهم ذي ار فايتنج. يعني لاعب يلي معه الباد كمان عم يشتغل على الفوت وورك، على النفسيه الدفاعيه تكون قاسيه، والمهاجم عم بيشتغل على النفسيه الهجوميه تكون قاسيه ويتحمل كل الضغط. هيدا اللاعب كمان عم بيضغطوا عليا مشان تفوت على السله، ليكوا قد ايه عم ياكل خبيط وبده يلحق الطابه بكل شتى الوسائل ليرجع يسجل. كمان هون عم بيزتوه برات الانجل مشان ما بقى يوصل على البانيه وبده يحاول يجيبه حتى هو في دفشهم، يعني اثنيناتهم عم يمرنوا بعضهم. هون بنشوف اللاعبه كيف وقعت على الارض، اكيد بالمباريات بتكون خطا هيدا بس نحن هون عم نتمرن. هون كمان تمرين اخر they are dribbling، المدرب يطلب منهم any skills between the legs behind the back spin، ونفس الوقت ايدهم فوق حاملين الطابه. هودي التمارين كلهم برين تريننج، عم بيشغلوا عقلهم الاولاد، يعني مش عم تطج الطابه وما في عندي شيء بدي اعمله، انا حامل الطابه فوق عم بتوجع لانه ايدي عاليه. هون نفس الشيء شفناها قبل شوي على الوول، عاملينها على الواقف وعم بيعملوا دريبلينج في كات في دريبل، ونفس الوقت ايدهم فوق كل الوقت. هون على فكره هن حاملين بلاطه ثقيله. هون عم نشوف هيدا التمرين قد ايه بيوجع، رح نشوف هلا بعض الاولاد قد ايه هن واقفين عم يجربوا انه يضاينوا، مش قادرين يضاينوا، هيدا لقدره التحمل. عنا اجر تحت قاعدين نحن هون سكوات هالف سكوات بوزيشن اوف ذا ديفنس، عنا طابه وحاطين صحن لاقطين الطابه ضاغطين على الطابه، وعنا صحن بلاستيك او صحن ورق اكيد مش صحن بنستعمله بالبيت، وعنا اجر عاليه كل الوقت عم نعمل بالانس. اكيد وي سويتش ذا ليجز، بنحطهم تقريبا دقيقتين دقيقه نرجع بنزيد لهم اياها دقيقه ونص دقيقتين، بنعمل لهم كومبيتيشن. هذا اللاعب ما بقى فيه ثالث واحد، بنحطهم اندر بريشر لنشوف مين اللاعب يلي قادر يتحمل للاخر. هون رح ننتقل قبل اخر فيديو، ما بقى عندنا نحن كثير وقت، للانجر، كيف نحن بنعمل اداره الغضب، شو هو الانجر، شو هو الغضب. اهم شغله ما تحس حالك انه انت معصب، اول شيء لازم تتنفس، اول شيء لازم تعمله بريثنج از ا جريت واي، بفوت الاكسجين على دماغك، هيك بتقدر تفكر بطريقه احسن. رح نشوف هون كمان سكند ثينج، الشغله الثانيه المهمه شو لازم نعملها. كثير مهم انه نعرف نتنفس اول ما نكون في عندنا سيتويشن معصبين من حيلا شيء. When you think clearly you can do better، لما تفكر بطريقه صحيحه you can perform better، فيك تعطي اداء احسن. الانجر طبعا بيصير معنا بحياتنا وبلعبه كره السله، عم نحكي بشكل عام عن الغضب. احكيه، لازم تحكي اذا انت معصب، ما تخلي حالك مخبى الغضب تبعك جواتك، روح عند حدا بتعزه، حدا from your parents from your friends، ممكن المدرب تبعك، لازم تروح تحكي عن مشكلتك which can help you feel better، بخليك تحس انه انت you are better. writing، جيب نوت واكتب شو زعجك، anything you can write، I was really angry، انا مثلا كنت معصب من هيدي الشغله من هيدي الشغله، لازم تكتب، الكتابه بتفيد كثير. الدروينج، الرسم، عبر عن المشاعر تبعك من خلال الرسم، بخليك اول شيء ترتاح وبخليك تعبر عن المشاعر تبعك وعن الاحباط تبعك. positive thinking، لازم دائما نفكر بطريقه ايجابيه to help you control الاحباط تبعك، لازم تقول انه انا نايس، انا حدا كثير منيح، ليه بدي اعصب، ما لازم خلي حدا شيء يوقف قدامي. How to manage your anger، في عنا خمس steps رح أعطيكم خمس نصايح كيف نحن بنقدر نعمل control ونعمل سيطرة على الغضب تبعنا. لما يعصب الشخص بصير وجهه أحمر، بصير نبضات قلبه سريعة، بصير جسمه كله سخن، بصير بده شيء إنه يخبط يصرخ يعيط على مين ما كان بيطلع وجهه. بطل عامل focus، بطل مركز،
هيدا شيء كتير غلط. لازم نتعلم كيف نعمل كنترول على anger, how to manage our anger. So نحن هلا رح نعطي رح اعطيكم كذا tips and try it. جربوها وشوفوا قد ايه رح تعطي نتيجة. أول شيء بتعملوه وقت تكونوا غضبانين لازم تمارسوا هيدي التكنيك اللي هي A B C D, ورح أقول لكم شو هي, شو يعني الإي وإي, شو هي الإي, شو هي البي, شو هي السي, وشو هي الدي. الإي يعني هي awareness, لازم نحن نكون واعيين على شو عم نعمله, نعرف إنه إذا نحن تصرفنا بطريقة غاضبة يمكن نحن نأذي حالنا أو نأذي غيرنا, فلازم نحن نكون واعيين على شو, على أي خطوة نحن بدنا نقدم علينا بعد أي غضب. ما فيك تعيط على حكم أو تروح تضربه لأنه هذا الشيء رح يخسرك المباراة بالملعب. ما فيك تسب فريق الأوبونيت لأنه رح تاخذ تكنيك الفاول. بريثينج, تنفس كتير مهم. مش هيك قلنا لكم لازم كتير تمارسوا رياضة اليوغا والستريتشنج والكول داون. تنفس بطريقة فيري ديب, عميقة, لنبلش نريح المسلز, العضلات تبعنا, يوصل الأكسجين على الدماغ. حتى لما تكون انت معصب او تكون ساد او تكون زعلان لازم تتنفس بطريقه جدا صحيحه, هذا الشيء بيساعدك تحسن من قدرتك على تحمل الغضب. counting, نعد 1 مع نفس, 2 مع نفس, 3 مع نفس, لازم تعد التنفسات تبعولك. هذا kind of treatment, kind of من علاج, يعني طريقه علاج لازم تتبعها. distance, لما تعصب من اي حدا او من اي شيء ما تجرب تروح تتواجه معه, اعمل ديستانس, اعمل مسافه لتروق لترتاح, لانه انا اكيد اذا واحد ما عمل مسافه رح يرجع يندم على القصص اللي ممكن يعملها ويتصرفها بلا ما يكون واعي. فيك تروح تمشي, فيك تروح تركض, فيك تسمع ميوزك, فيك تمشي وتحكي مع حالك حتى, يو هاف تو اكسبرس يور سيلف, لازم تعبر عن نفسك, لازم تعبر عن حالك. تحكي مع امك, مع بيك, مع بارنس, مع الكوتش, مع اي حدا قريب مقرب لإلك, لازم تواجه مشكلتك وتحكي معه, هذا الشيء بيريحك, بتشيل الثقل عن كتافك. خاصه بعد خساره اي مباراه او اي مشكل بيصير معك خلال التمرين او اي مباراه بتصير. talking about anything especially if you are upset, كثير مهم انك تحكي. هود الـ A, B, C, D, E. رح نرجع نعيدهم على السريع. الـ A هي الـ awareness, لازم تكون aware what about what are you going to do. تنفس. C, counting, منعد slowly, very slowly. Distance, بعود, عمول مسافة بينك وبين المشكل أو السبب يلي خليك تغضب. Express yourself, لازم تعبر عن حالك. هون رح نفوت بآخر جزء يلي هو هلأ رح نشوف فيديوهات motivational كيف اللاعب نفسيا بيقدر يحارب الانجري. في كثير اشخاص نحن قلنا انه الانجري والاصابه نحن شيء ما بنقدر نتحكم فيه, لازم نعرف انه الاصابه هي جزء من حياتنا, حتى لو كنا مش لعيبه باسكت, الاصابه هي جزء من اللعبه, ممكن نصاب باهم مباراه لنا باولها حتى لو الفريق كان عايزنا, وهذا الشيء بياثر على الفريق كله ورح ياثر علينا. لازم ما تحط الباور التصور تبعك, لازم تكون دائما be optimistic, focus on the present, فكر بالpresent تبعك, honor your feelings, بالعكس قدر المشاعر تبعولك اللي عم تحسهم. لو انت انصبت لازم تعصب, اذا ما عصبت يعني في شيء غلط, ما تكبت مشاعرك. accept help and support, تقبل الواقع, تقبل المساعده وتقبل الدعم, وtake control, اهم شيء جرب سيطر على الغضب تبعك لما يصير في عندك اصابه. انا اكيد كل لعيبه الباسكت مرقين فيها هيدي الحاله. Set clear and realistic goal. حط real goal قدامك. Athletes are often natural goal setters. كل اللعيبة بحطوا goal. ما حدا, ما في لعيبة باسكت أو لعيبة أو حتى لعيبة رياضة ما بحطوا goal قدامهم, وما في لعيبة ما مرقوا بهيدي الحالة وبهيدي situation. أوكي, اعمل tracking للداتا تبعك. شوف البروجرس تبعك, شوف الريزلت اللي أنت عملتها منيحة. ما تستسلم إذا صار عندك injury. بالعكس. honor your injury. بالعكس هيدي الانجري يمكن صارت لسبب ما, لتتمرن لترتاح لترجع انت, يمكن جسمك عم يطلب منك انه انت لازم تريحه وما ريحته فصار عندك هيدا الاصابه لترجع اقوى من قبل. مثل كوفيد, كان عندي مره محاضره مع لاعب كره سله رامل كاري, وفي بعض الاشخاص حضروها.
انا وياه شبهنا كورونا لانجري، اعتبروا هالزربه بالبيت هي انجري، لازم انت ترتاح، لازم تاخذ هيدي المسافه من العالم، لازم تريح حالك، لازم تتقبل الواقع يلي هو عم بيصير لتقدر ترجع تكون سترونجر ليتر اون. اوكي، ما تكون طف، ما تكون قاسي على حالك، ما يعني ما تحارب حالك اذا صار عندك اصابه. هيدا الشيء من الله، ما فيك انت تعمل له كنترول، بالعكس لازم تشوف انه انت صحتك منيحه. اوكي صار عندي كسر باجري، فاين، بس انا بعدني قادر احكي، بعدني قادر اكتب، بعدني قادر اشوف اصحابي، بعدني قادر حسن من مستواي بعد الاصابه. هون بدك تفكر كيف انه انت بتحضر حالك بعد الاصابه، مش اذا انصبت. فوكس اون ذا بريزنت، whenever you are injured or ill، مريض او منصاب، we want to better to be better now، يعني بشكل عام want to get back to playing، انا بدي ارجع باسرع وقت ممكن على الملعب. لترجع باسرع وقت ممكن على الملعب بدك تتقبل اصابتك. honor your feelings، هيدي كتير مهمة، لازم تقدر مشاعرك. if your sports is a big part of your life، إذا الرياضة هي جزء كتير كبير من حياتك أو حتى هوبي أو هي عملك، أوكي؟ شيء كتير طبيعي إنك تحس حالك إنه أنت disappointed، إنه خلص فقدت الأمل ومعصب ومحبط لأنه مش قادر بقى لا تشارك ولا تقدر تلعب ولا تقدر تركض. رح تشتاق لفريقك، رح تشتاق لأصحابك، رح تشتاق للربح، للخسارة، للسكورينج. it's okay if you lose an activity، مش مشكلة. الخساره بدها تصير، هي جزء من حياتنا لنتعلم منها نحن بعدين نقدر نربح. هيدي one of the experience، سو نحن بدنا نتقبل لهيدا الشيء. ما تعمل denial، ما تنكر الانجري تبعك، ما تغضب، بالعكس ما تفوت بديبرشن. لازم تكون انت عم تتقبل هيدا الشيء، تشتغل عليه لتصير احسن. رح نشوف هلا كيف نحن لازم نشتغل وقت يكون في عنا انجري او وقت نمرق بحاله صعبه. accept help and support، حكينا عنها، لازم نتقبل الدعم ولازم نتقبل المساعده من الاشخاص اللي حولنا، ان كان المدرب او ان كان المعالج تبعنا. هن كمان رح يكونوا زعلانين انه خسروك وبدهم اياك ترجع بسرعه، فهن رح يكونوا الاكثر اشخاص بيعرفوا يعملوا القصص الصحيحه لإلك. اوكي، هيدي شغله كثير مهمه لانه انا اكيد في كثير اشخاص مرقوا فيها وحتى راح عليهم بطولات ومباريات كثير مهمه، بس نحن لازم نتقبل هيدا الشيء. almost every athlete with system of type of injury، ما في حدا ما قطع بالانجري تبعه. having a plan، لازم تحط بلان مخطط لإلك to deal with those injury physically and mentally، جسديا ونفسيا لازم انه انت تتقبل هيدي الشغله. لازم تعمل ريكفري بروسيس سريعه. اذا بدك تقعد وتكون غضبان وتكون زعلان، هيدا مشكله كثير كبيره. رح نشوف هون عالضيقه مهمه جدا جدا عم تحكي قصتها وكيف الانجري تبعها اثرت على المنتل هيلث تبعها، على الصحه النفسيه والجسديه تبعها. رح نشوف هون عم تخبر قصتها، طبعا مقتطف كثير سريع عنها. صار عندها كسر باجرة، اهم بيفور تشامبيونشيب كثير مهمه. عندها اول تيم رينكينج هي هيدي اللعبه وصار معها انجري فجاه. ما كانت قادره تعمل القصص اللي فيها تعملها لاول مره بحياتها. كانت يائسه، فقدت الامل بكل شيء بحياتها. جربت تهرب من السادنس بس كمان ما قدرت. يعني هي اذا بدها تهرب من الغضب تبعها كانت تركض، ولقيت حالها انه هي هلا ما قادره تركض. رح نشوف سوا كيف هي قدرت تتغلب على الانجري تبعها باي طريقه. رح نشوف هون انه انتقلت على اكتيفيتي بيعملوها كل الاشخاص الرياضيه. بعدت شوي عن الانجري تبعها، كانت عم تعمل العلاج تبعها البروسيس، بس جربت تروح تنبش على شيء ثاني تلهي حالها فيه لما تفكر بالاصابه تبعها.
انتقلت لمجموعه من الصبايا they do reading every time وبيعملوا قصص motivational وقصص خاصه بالبايبل، وفاتت بجمعيه ولهيت حالها عن الانجلي لتقدر ترجع بعدين تكفي الرننج تبعها. فالاصابه ما بتخلي اللاعب يوقف ابدا. Finding a purpose or identity away from your sport is important. لازم تلاقوا هويه ثانيه مش السبور يوقفكم اذا صار في عندكم انجلي، especially اذا كان عندكم انجلي. بليز اسمعوا هذا الفيديو وعبد قل لي اذا مسموع الصوت مو المعروف. نحن صرنا تقريبا بعد عنا ماكسيموم 10 دقائق. لا اي فيديو اشتغل ما بصوت يعني ابد. هون عم يفرجونا انه اللاعب يلي عنده انجري مش لازم اللاعب يخلي الانجري تغيره، بالعكس رح تغير له حياته، روتين حياته، رح يقوم الصبح تعبان لانه صار عنده روحة على المستشفى، صار عنده فحوصات، صار عنده بعيد روتين حياته كله تغير، بعيد عن الفريق، رح تتغير نفسيته كليا. بس ما تخلوا ولا انجري تعذبكم. هون عم نشوف هودي اللعيبه يلي صار معهم انجري كيف كانوا كل مره عم بيكونوا داون داون داون، وكيف بالاخر رح يتخطوا الصعوبات كلها تبعهم ليقدروا يرجعوا يوقفوا على اجريهم. هون عم بفرجونا مثل عن لاعب عم بيحمل 150 وزن كيلو، فاذا انت قادر تحمل 150 كيلو بس مش قادر تتحمل جمعتين بروسس لتتخطى الانجري، يعني انت مش قادر تعمل شيء. لازم تتقبل الواقع وتو ادابت للواقع اللي انت فيه، تنسى الشخص اللي كانت before the injury، تشتغل على انه تتخطيها لترجع مثل قبل واحسن من قبل. يعني بدك تعمل a new person. اللاعب دائما او الشخص قبل الاصابه بيكون شيء، وبعد الاصابه او خلال الاصابه بيكون شيء ثاني. هون بده يشتغل على حاله ليرجع يعمل rebuild for the new person يلي هو عم بيتحضر له، ليرجع اقوى ويفرجي الكل انه انا تخطيت الاصابه تبعي. إذا طلبوا منك إنه عندك شهر لترجع تركض، بدك تاخذ الشهر. You don't have to rush yourself، لأنه إذا you rushed yourself يمكن تاخذ معك ثلاث أشهر لترجع على الملعب. So you have to follow the process. تاخذ وقتك، ركز مزبوط، تسمع الدكتور تبعك شو عم بيقول لك لتقدر ترجع بأسرع وقت ممكن بالوقت المطلوب منك. Don't rush yourself، أعطيه وقتك. اعطيه الانجري تبعك الوقت الكافي للاصابه تبعيتك تو هيل لتشفى منه، لانه وقت الريكفري بده يكون في عندك كثير صعوبات، بده يكون في عندك كثير بين، بده يكون في عندك كثير وجع. اذا ما قدرت تخطيتهم ما رح تقدر تتخطى الريكفري، لانه الوجع والبين هن جزء من الريكفري وهن جزء من الاصابه، هن جزء من العلاج، هن جزء من العوده للملعب. ان كنت لاعب كره سله او لاعب كره قدم او سباح ماهر او اي نوع رياضه بتمارسه. كثير مهم ترجع انسان proud of yourself، تكون ترجع فخور بحالك، لانه اذا كنت sad وقاعد عم تفكر بالانجري تبعك هذا الشيء ما رح يخليك ترجع انسان جديد. هون عم نشوف كذا لاعب معروفين جدا صار معهم انجري، كيف رجعوا يعملوا ريكفري، كيف رجعوا يتمرنوا، كيف رجعوا يشتغلوا على حالهم ليرجعوا على لعبتهم المفضله. للاسف انه الصوت مش طالع لانه السبيكر كثير الموتيفيشن الحلوه عم جرب اشرح لكم اياها انا، لانه انا قادره اسمع كل شيء. في شغلة كثير مهمة، في عندك two options: be patient, get through it, wait your body to heal, أو to rush your injury وترجع تجرب تعمل تنط بالملعب وتأذي حالك وتكون بانجري تصير بتنام.
هون عم نشوف مايكل جوردن عم بيحكي عن الاكسبيرينس تبعه لتشوفوا انه عم بيحكي مش كل شوطه حتى انه هي اللي بتعرف عنه. هو تعذب كثير، تمرن كثير، اشتغل كثير لوصل لهون. نحن بنشوف بس الصوره، بس نحن ما بنعرف بيفور شو صار. البين تبعه كان الموتيفيشن تبعه. هون عم بيحكي انه الباسكت بول ات وازنت ا جيفت فروم جاد، يمكن عنده الموهبه هو، بس هو هيدا الشيء اشتغل عليه لوصل لهون. مش اذا لاعب بحط 30 40 نقطه بالجيم يعني هذا الشيء بيعبر عنه انه هو هيز ستار. بدنا نشوف بيهايند ذا سين كيف كان عم يشتغل، شو عم يعمل، قد ايه عم يتعذب، قد ايه عم يتوجع يمكن بالتمارين كل يوم، قد ايه عم يقعد بالملعب ليقدر يوصل لهيدي المرحله. في كثير اشخاص بحطوا اكسكيوزز انه نحن مش قادرين نعمل شيء لانه في عنا مشاكل. كل الاسباب هن اكاذيب كل الوقت، بالعكس انت بتكون عم تكذب على حالك اذا ما بدك تشتغل. فينا نقرا اذا ما عم نسمع. مش كل انسان بيخلق بمجتمع صعب او ببيت في عنف او بمطرح جدا في صعوبات يعني هيدا الشيء الاوت كم تبع حياتك انه هيك حياتك رح تكفي. لا، هيدا الشيء كثير غلط، هيدا كذبه. انت حياتك بتقررها، ما حدا غيرك. The lies you used to read. هودي كثير قصص مهمه، ما حدا يكذب على حاله، يعني لو عندك مشاكل انت فيك تتخطيهم. كثير مهم الانسان يكون في عنده كثير مشاكل بس يقدر يوصل لمرحله متقدمه بحياته. ونرجع نشوف انه هذا الشخص تعذب ليكون فيمس، مش دغري صار فيمس. منا كادو من الله انك تصير فيمس، بدك تشتغل لتوصل وتصير مشهور. وما في وقت لواحد اذا بده يوصل ما في وقت يفكر بالمصاعب والصعوبات يلي عنده اياها. في كثير اشخاص بيقولوا ما عندنا الماتيريالز، ما عندنا الوقت نتمرن، عندنا كثير درس، عندنا كثير مشاكل. هو كلهم اكاذيب. انت فيك تخلق لحالك الفرصه، فيك تخلق تكون مبدع، فيك تخلق لإلك الماتيريالز لتقدر تشتغل. ما فيك تقول انا صغير او كبير. اللي بده يوصل بيوصل شو ما كان عمره. So don't put excuses، ما تحطوا اسباب. كل انسان في بداخله بيست، في بداخله شيطان ايجابي. هون عم نحكي فيها بعالم الرياضه. لازم تقوم وتشتغل لتقدر توصل. ما بقى تكذب على حالك انه انت يو ار ساد اند يو هاف ماني بروبلمز اند اي دونت هاف تايم. نو، يو هاف تو ورك فيري هارد تو اشيف يور جول. هون عم نشوف اشخاص كثير معروفين بالوسط الرياضي. ممنوع تقول انه انت تعبان او منك حاسس انه لازم تعمل شيء، هو كلهم اكاذيب. وانت الوحيد اللي توقف هودا الاكاذيب براسك. اذا ناوي توصل لمطرح بتحط الاسباب كلها على جنب وبتشتغل. اهم شيء تكون انت صادق مع حالك وعارف حالك شو بدك. ممنوع تماطل، ممنوع تكون ليزي. هيدا الفيديو انا اكيد انه الكل شافوه،
ان شاء الله ان شاء الله تقدروا تسمعوا الصوت، بس هو مترجم تحت، بس الصوت والميوزك اللي بقلبه هي لحالها بتعطي موتيفيشن. يعني هيدا تقريبا احنا وصلنا على اخر المحاضره، انا حطيت لكم هيدا الفيلم لازم تحضروه ضروري لنشوف المدرب كيف عم بيعطي موتيفيشن للاعب يلي بيعتبر حاله انه هو جدا سيء، وانه هو ما بيقدر يعمل شيء لفريقه، وانه هو اضخم واحد بالفريق وما عنده الانديورنس وقدره التحمل وعنده وزن كثير زايد وما راح يقدر يعمل يلي طلبوا منه المدرب. راح نشوف هون المدرب كيف عم بيعمل له تمرين قدام كل الفريق، تمرين جدا قاسي، وكيف تضحك عليه المدرب بطريقه طلب منه انه يوصل لمطرح معين، بس هو وصل للمطرح ابعد بكثير من ما هو متوقعه اللاعب، وحاطط لاعب وزنه كثير ثقيل على ظهره. راح نشوفه واسم الفيلم راح اقول لكم عنه بعد شوي. بليز تابعوا هذا البارت. هون المدرب ليش حط له الفولار؟ مشان ما يوصل لمطرح ويستسلم ويقول انه خلص انا وصلت، او بعد في عندي شوي بس بطل فيي. رح نشوف كيف رح يوصل لابعد من يلي طلب منه المدرب، ومن ابعد من يلي هو قادر يتصور انه بيقدر يوصل له المسافه. هو حامل رفيقه على ظهره. بنشوف هون انه اصحابه عم يضحكوا ومعتبرين انه هو شوي رح يوقع. ما حدا مصدق انه يلي عم يعمله، انه متوقعين انه شوي صغيره ورح يوقف. لما تحضروا الفيلم رح تشوفوا انه اللاعب هون وصل للرقم يلي بده اياه المدرب، لليارد اللي بده اياه، بس المدرب بعده عم بيقول له كفي كفي انت بعد ما وصلت، ليعطيه موتيفيشن ليفرجيه انه انت فيك توصل لابعد من يلي انت بتفكر فيه او ابعد من يلي بتتصوره. حتى الفريق تبعه ما صدق. It's so important to keep going. هو هون خلص المسافة من زمان كتير المطلوبة منه، بس المدرب بده اياه ما ينسحب ليتعلم انه في كفة. طبعا هو منه شايف وين صار.
هون رح يكون معنا آخر فيديو، هيدا موتيفيشنال فيديو نزلت لكم اياه، بليز اقروه كل شيء. هو ما بعرف ليه ما عم بيطلع الصوت، لأنه الميوزك اللي بقلبهم للفيديو والسبيكرز اللي عم بيحكوا والصوت، يعني طريقة الصوت هي اللي بتعطي موتيفيشن. وبتمنى بالآخر هيك إذا حدا عنده يعني مرق بمشكلة، مرق بإنجري خلته يبعد عن الملعب، يشاركنا الإكسبيرينس تبعه. نحن تقريبا صرنا على آخر، يعني رح أمرق لكم اياه للفيديو بشكل شوي سريع. بليز اقروا كل شيء عم ينكتب. كتير مهم، ما بعرف إذا كان الصوت واضح أو طالع هيدا، بس أنا كتير مهم شغلة كتير مهمة، إنه أنتوا بتقرروا الفيوتشر تبعكم، أنتوا اللي بتعرفوا القوة تبعكم، أنتوا بتعرفوا الويكنس تبعكم، الضعف تبعكم. لما الإنسان يعرف الويكنس تبعه وضعفه بيشتغل على إنه يحسنه، لما الإنسان يعرف مصدر قوته بيشتغل على إنه يطوره، والعقل هو أهم شيء. أهم شيء، لأنه أنت you can change the whole world، فيك تغير عقليتك، فيك تغير بعقلك بلد بكامله. So من شان ما بقى أطور عليكم، بتمنى إذا في حدا من اللي عم يحضرنا، ما بقى إذا فرح بعد معنا، كانت عم تخبرني امبارح one of my players إنه هي صار لها تقريبا فترة ما عم تتمرن من وراء الانجري تبعها، من وراء إجرة، وهذا الشيء كثير معصبة. إذا بتحب تشاركنا الاكسبيرينس تبعها، أو أي حدا، أو أي حدا تاني بحب يشاركنا الاكسبيرينس تبعه عن مسألة صارت معه خلته يعصب، كيف تخطيها، أو عن إصابة صارت معه. إذا في حدا عبد، نعطيهم تقريبا 5 دقائق وقت.
تمام، بس أحب أنوه على بقية يعني الأشخاص اللي ما كتب اسمه أو الرقم، أو إذا ما يقدر يكتب الرقم يكتب الإيميل اللي هو جيميل حتى إذا في يحصل على حدا، الشهادة مباشرة. بعد بليز ما كتب، هو المفضل إنه يكتبوا اسمهم ورقم تليفونهم، يمكن أهين عليك. هي على راحتهم حتى يحصلون على شهادة مشاركة إذا كانوا يعني يريدون يحصلون على مية الشهادة. مية بالمية. إذا في حدا، أنا عم بحاول بس أقرب، لأنه في حطيت لكم أسماء كذا فيلم لتتابعون. في عنا كوتش كارتر، أكيد طبعا الأغلبية بيعرفوه. عنا جلوري رود، هودي أفلام كرة سلة كتير حلوين، فيهم كتير من المعنويات، وفيهم كتير من الدراما، وفيهم كتير من الحزن كمان، لأنه فيها خسارة وربح، وفيها مشاكل بتصير مع كل اللعيبة بحياتهم برات الملعب وبقلب الملعب. عن لعيبة كتير يمكن جوات بيتهم في عنف، جوات بيتهم في مشاكل كرة السلة خلصتهم منها. والمشهد يلي شفناه تبع الأمريكان فوتبول كمان، هيدا الموفي لازم تحضروه، أنا حطيتهم هون بليستا، المفروض يبينوا عندي بالفيديو، مشان هيك عم بقرب الفيديو لتشوفه. في حدا حابب يشاركنا اكسبيرينس تبعه عن قصة صارت معه خاصة بالموضوع اللي كنا عم نحكي عنه، عن انجري؟ على القليلة حدا عنده انجري، كيف عمل كوب معه، كيف قدر يتأقلم معه؟ استمري ويانا أستاذ زيد، اختصاص تربية رياضية، ايه تفضل استاذ زيد. حابب يقول كلمة، تفضل أستاذ زيد. مساء الخير، اهلا وسهلا صوتي استاذ. مسموع؟ ايه مساء مسموع. الخير عليكم جميعا. مسموع. عفوا، طبعا نشكر كابتن ماري الكابتن عبد الكريم الراوي على هذه المحاضرة القيمة، وفعلا هو موضوع الصلابة النفسية أو الصلابة العقلية من ضمن المواضيع المهمة التي يجب أن يعني يكون المدرب على دراية بها، وكيف يتجاوز خلينا نقول الصعوبات اللي تواجه اللاعب، صحيح. وكيف يعني يرجع به إلى الاسترخاء. طبعا يعني أحب أضيف نقطة أيضا من أكيد. ضمن النقاط المهمة اللي أنت ذكرتيها، اللي هي خلينا نقول تغيير حالة اللاعب نفسه. يعني لربما احنا نلاحظ طبعا في اغلب الاحيان لما يتعرض اللاعب لموقف يؤدي به الى الانجري او الغضب، لما يقوم المدرب باستبداله يغير من حالته. يعني خلينا نقول اذا هو كان واقف راسا يقول له اقعد استرخي، ظل على حالته يعني خلينا نقول يقول له مدد، يعني انه صحيح. يغير من حالته اللي هو عليها. نعم صحيح صحيح 100%. كنت عم نعم شكرا جزيلا. النقطة عم بتقولها استاذ زاد كثير مهمة. في لعيبة بعصبوا بالملعب، يعني المدرب مرات بيتأخر يطلعهم وبيعطيهم يمكن فرصة، انه ممكن هلا عم نحكي، يمكن حتى لعيب ستار عم نحكي، يعني وصايرة مع كل اللعيبة. بالنهاية نحن حكينا بأول محاضرة انه هاللاعب هو انسان، هو عنده مشاعر وممكن يكون عنده مشاكل كتير خارج الملعب وما قادر يفصلهم. يعني بالنهاية مرات بنرجع بنحكي عن القصص اللي نحن ما بنقدر نعملها كنترول أو نسيطر عليها. طبعا صايرة مع كتير، يعني أنا كمدربة طبعا في لعيبة كتير مرقين عندي بعصبه، يمكن إذا طلعتهم برات الملعب رو 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 يعني أخذوا بريك، ارتاحوا شوي، انحكى معهم، أعطيهم شوية معنويات، يفوتوا يعطوا أداء أفضل. وممكن إذا طلعتهم لبرا بالعكس يصيروا غضبانين زيادة. هيدا شغل المدرب، يعني هودي بدهم يصيروا، يعني في قصص بيصيروا مع المدرب ما بيكونوا عارفين. بدهم يكون انت حافظ كاركتير وطبع اللاعب ونفسيا، يعني اذا تكون عالم نفس اكثر ما تكون مدرب ببعض الحالات، خاصه مع فرق يمكن يلي بيكونوا عم نحكي عمرهم 15 16 سنه، هودي الاعمار يلي هن شويه صعبين، وخاصه مع فرق السيدات، لانه السيدات بيحملوا همومهم وبيحملوا مشاكلهم وبيحملوا قصصهم الشخصيه كثير على التمرين وكثير على الملعب، مش مثل الشباب. الشباب بيتناسوا جايين يلعبوا يتسلوا، وهن بطبعهم بيكونوا اصلا اجريسيف يعني اكثر من البنات. فهيدي نقطه كثير مهمه، انه اثاره الغضب بالملعب كيف نقدر نسيطر عليها، لانه نحن بقلب مباراه وما فينا نوقف المباراه لناخذ اللعيبه كلها ونعمل لهم كول داون. طبعا هيدا الشيء كله من خلال التمارين ومن خلال يعني القصص اللي بتصير معنا من مباراه لمباراه، المدرب والتلاميذ كمان واللعيبه بيتعلموا.
أحب يعني أرجع أكرر شكري وامتناني الحاضر شكرا الكريم. لحضورك شكرا لحضورك طبعا نتمنى شكرا جزيلا نتمنى إن شاء الله أنه تكون دائما تواصل في دورات قادمة إن شاء الله. نستفاد من خبرتكم خصوصا إحنا يعني خلينا نقول مناطقنا يعني خلينا نقول جديدة العهد ولو هي قديمة لكن لم ندخل إلى دائرة الاحتراف وإلى 100%. إن شاء الله إحنا بالمستقبل أستاذ عبد الكريم ما شاء الله عليه صاحب همة قوية وسيكون عافية. إضافة جديدة للمنطقة ما شاء الله عليه يعني ده ينورنا يعني خلينا نقول بمحاضراتكم وبعض التمارين اللي أيضا ده ينشرهن على جروب مزبوط. يعني إن شاء الله بالمستقبل يعني سنشهد تطور للعبة كرة السلة أو بالألعاب الأخرى بصورة عامة. جهودك إن شاء الله أستاذ زين. أشكرك إن شاء الله أستاذ عابد محب كبير لكرة السلة يعني أنا بتابعه اسم الله عليه بالليل بعد الوحدة بعد التنتين بس قاعد على كرة نعم. السلة ما بيعمل شيء آخر ف يعطي ألف عافية. بالمناسبة طبعاً. أنا أيضا عندي إصابة بالركبة بالغضروف الهلالي يعني ان شاء الله. وبالنسبه ايضا ان شاء الله يعرف يعني استاذ عبد الكريم انا يعني باحث في مجال الاختبارات ايضا يعني من خلال محاضرتك ممكن انه واحد خلينا نقول يدخل على الى جانب المحاضرات العفو الاختبارات اللي هو الجانب الصلابه النفسيه انه يدخل على الاختبارات الموجوده في كره السله جوانب ضغوط نفسيه حتى ايضا يعني ممكن انه نستخرج من خلال درجات معياريه جديده يستفاد منها المدربين في انتقاء اللاعبين وايضا نستفاد يعني في تطوير هذه اللعبه وشكرا جزيلا طبعا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا فيك جزيلا. ابدا ما في اطار بالعكس بسطنا فيك كل مقيم بارك الله فيك عبد كلهم حطوا اسمائهم لانه انا مش شايفه انه الكل ما بعرف صراحه انا ما كنت قادره اشوف من الاول اذا الكل حطوا اسمائهم وارقام تليفوناتهم على كل حال يعني مش الحال اوكي هلا الاشخاص يلي حضروا على الفيسبوك ما بعرف الفيسبوك اذا كان شغال اصلا ما كنت عم شوف انا ويمكن في اشخاص يكونوا فاتوا وظهروا لانه نحن كمان عنا بلبنان مشاكل الكهرباء بتعرف مش مشكله ممكن نعم. يتواصلوا معنا يعطونا اسمهم بس انا بحب عفوا نعم العفو متاخر ممكن السلام عليكم اهلا وعليك السلام وعليكم السلام جميعا معكم الاستاذ الدكتور مؤيد عبد الرزاق من جامعة الموصل يا أهلا فيك يعني بالبداية أقدم يعني شكري وتقديري العالي لحضراتكم القائمين على يعني هذه الورشة الافتراضية اللي كثير استفادينا من عدها صراحة بس حبيت كابتن ماري أضيف يعني بعض أكيد بسيطة إن شاء الله يعني خدمة إن شاء الله إحنا من خلال المناقشة والحوار كثير أمور يعني إحنا إن شاء الله نستفاد منها لاعب كرة سلة سابق ومدرب منتخب جامعة وأيضا تدريسي يعني اختصاصي علم نفس وتعرفين مثل ما يقولون كل لاعبين السلة تجري بدمنا فحبيت أول قضية أشكرك على قضية إنه قضية الصلابة العقلية أغلب الدراسات النظرية يعني اللي تفضل الأخ الكريم قبل قليل أنه على المداخلة في قضايا الاختبارات النفسية الصلابة شيء والضغوط النفسية شيء هاي نقطة جدا ضرورية طبعا. لازم إحنا نفرق ما بين الضغط وما بين الصلابة الكابتن أنا هم أيضا في بعض الأحيان إحنا الجماعة علم النفس نكون حذرين في استخدام المصطلحات يعني إحنا دائما كل اللاعبين يدورون على قضية إنه كيف المدربين الموتيفيشن التصور الجول سيتينج هذا الباكيج الكامل الحقيبة الكاملة في المهارات النفسية ما ممكن المدرب دائما يكون يعني انت حضرتك اكيد لاعبة كرة سلة ومدربة تعرفين اهداف المدرب ما يخلي دائما جوانب نفسية طبعا. هو هذا ينعكس يعني على الضعف الاداء ويصبع يكون دائما التركيز في التدريبات الرياضية وفي الوحدات التدريبية 90% الى اكثر من 90% على الجانب الفيزيكال صح. لكن بالمنافسة من الروح راح المعادلة تنعكس راح نحتاج 90% للجانب النفسي كإدارة إدارة الحالة النفسية للاعبين هن بيلحقوا بعضهم الأول
ولهذا احنا ان شاء الله من خلال هذه الورشه احنا لابد انه نوصي ان الفرق الرياضيه تهتم بالمنتال كوتش كاحد اعضاء الكادر التدريبي، يعني مثل ما نحتاج التغذيه الرياضيه، مثل ما نحتاج الطبيب يعني الفيزيكال ثيرابي، لابد انه يكون عندنا احد الاشخاص السايكولوجيست. لان بصراحه يعني انا ما ممكن دائما انمي عند اللاعب الالتزام والتحكم والتحدي اللي هم هذول اهم عناصر 100%. عناصر الصلاه، يا ها فقط في الكلام، يعني هاي الفيديوهات عباره عن كونسلنج توجيه، لكن البراكتس الكونسلنج يمر بمرحله انه لازم نعلم اللاعب المهارات، يعني نعلمه ليرنينج، لكن البراكتسينج يكون على اللاعب. يعني هذه ال يعني المداخلة اللي كنت أريد يعني أضيفها على المحاضرة القيمة. أيضا أريد أنبه على جدا ضرورية كابتن، إذا ما يعني أكيد ولو ما أريد أطيل عليكم، بس لا يعني تشجون التمارين اللي حضرتك عرفتيها بالتمارين المهارية. أنا الصراحة لأنه كوني مدرب وقريب على المدربين، حتى إحنا في بعض الأحيان ننطي هاي التمارين، يعني خاصة 1 and 1 تعرفين و 2 and 2 by 3 يعني، لكن المشكلة المدربين ما يعرفون الهدف من هذا التمرين 100%. يعني حتى التمرين يعني يقول لك هذا الشكل التمرين هو بدني صح أو مهاري، لكن في مكنونات التمرين هو شنو؟ هو بجانب إيش؟ يعني في بجانب سايكولوجي. يعني أبسط قضية أريد أنا أنبه المدربين، لعبة عد اللعبة هاي الشعبية ظاهرها فريق من يمين فريق من اليسار والحب بيناتهم، لكن لو تجين على تحللين هاي اللعبة بيها مواقف تعاونية بالفريق الواحد وبيها مواقف تنافسية 100%. يعني ننطي فرد إضافي إلى المدربين أنه في كل تمرين مهاري بكرة السلة أنت ممكن تخلي لك هدف من أهدافه اللي هو الجانب السايكولوجي، وخاصة جانب التحدي صح. يعني صح. هذه كلش ضرورية، ولهذا احد الـ ايضا ذكرتي حضرتك ايضا حتى يعني ما اطيل على اخواني ايضا ترين يور برين. هذا ترين يور برين يعني مصطلح جدا كبير، يعني ترين يور برين انت اخذتي من سايد واحد اللي هو من جانب 100%. جربنا نختصر قد ما فينا صح، لكن ايضا اكو ترين يور برين من خلال استخدام المؤثرات الصوتية، من خلال المؤثرات السمعية. يعني أحد الفرق في الدوري الأمريكي يعني من يتمرنون اللاعبين يتمرنون في ضوء noise pollution، يعني ينطفر التلوث صوتي وصوت طبعًا الجمهور طبعاً يكون في عندك ضجيج حواليك أنت عم تشتغل. طبعاً هذا واحد شغل كتير مهمة، هذه أيضاً حتى يخلون اللاعب شلون يعني يحاول يعني يسوي استرخاء. أيضاً يعني أرجع أو في النهاية أنا جدا أشكرك على هذه المحاضرة القيمة، وإن شاء الله أيضا أشكر الإخوان القائمين اللي على القائمين على هذه إن شاء الله المحاضرات. أنا لأول مرة صراحة أدخل على الجروب، لأن أنا داخل مع غير جروب الصراحة، بس جاني الإعلان فجذب انتباهي هذه العناوين. أتمنى من حضرتك إن شاء الله في المستقبل إذا تتكلمين كعناوين تتكلمين لكل واحد على جهة وتكون في سلسلة، لأن الإصابة الرياضية تحتاج أيضا ما فقط السايكولوجيست، يعني ما فقط أبو علم الطبيب، وهذا داخل يعني بالريهابيليتيشن، وأنا أشرفت على طروح الدكتوراه بهذه المرحلة. الإصابة النفسية أختم بقصة بسيطة، أنا بطل العراق في يعني بطل الجامعات العراقية في القفز العالي. قبل البطولة الكاحل انصاب، لكن المدرب ما قدرت أقفز بالقدم اليسرى، فقاموا اللاعبين يشجعون، يعني يشجعون يقول لك انسى الإصابة انسى الإصابة، مجرد يعني سبورتد يعني اجتماعي، والحمد لله هذه رغم الإصابة وقفزت وطلعت أول على الجامعة. يعني هذا شيء كثير حلو، يعني if you have power you can do everything 100%. فحتى إذا كنا مصابين مثل ما تفضلتي ممكن إحنا
لأن البطولة مرة واحدة تجي، خاصة إذا كانت بطولات طبعا عربية صح، والفورمة الرياضية يعني أنت حضرتك تعرفين في بعض الأحيان طبعا تتكامل كل، يعني إذا ما بهالسنة أحققاني بطولة يجوز ما أحققها في سنة صح 100%. اللي عم تقوله كله مهم وكتير حلو، حبيت انك حبيت اكيد انك حكيت في شغله كتير مهمه قلتها. نحن بالوسط العربي للاسف، حتى نحن بلبنان لاحكي، كتير مهم مثل ما حضرتك قلت، فريق في طبيب وفي يمكن اخصائيه تغذيه او مسؤول عن النيوتريشن تبع اللعيبه، ضروري يكون في حدا خصو بعلم النفس. للأسف أنه بلبنان كان في فريق واحد من كذا سنة، وصديقتي هي كانت عالمة نفس يعني بعدها موجودة بلبنان، فادتهم كتير خلال الموسم يلي كانت معه لنادي بيروت من 3-4 سنوات. بس للأسف نحن ما عم بفوتوها بموضوع كرة السلة، يعني هون عم بحكي بالبلدان العربية، وهذا شيء كتير مهم ولازم، ما بعرف ليه للأسف أنه حاطينه خارج إطار كرة السلة. او في شغله كمان قلتها كثير مهمه بالنسبه للتو اون تو ثري اون ثري، طبعا لها بعدات كثيره، هي مش بس انه انا تمرنت على المهارات، او انت لما تبلش تفوت لهم مخططات وتكتيكال، انت عم تبلش تشغل لهم نفسيتهم والقدره على قدره التحمل وعلى الوعي تبعهم، وعم يتعلموا كثير قصص، لانه في تنافس وفي تحدي وفي تعاون وفي كوميونيكيشن وفي تواصل اندايركت. وشغله كثير مهمه حضرتك ذكرتها، نويز بولوشن، يلي هي مرات كثير بتكون سبب لخساره اهم فريق، او بتاثر على لاعب عم يشوط فري ثرو لاست شوت بالجيم بتخسره بطوله. فالنويز بولوشن شغله كثير مهمه. نحن بلبنان عملنا كذا وركشوب قديما يلي كنا نعمله انه نخلي فريق عم بيلعب ونجيب جمهور، وهذا الفريق منه عارف انه هذا الجمهور رح يعمل مشكله مفتعله، يعني نخلي اثنين يعملوا مشكله مفتعله، حدا يكب قنينة على حدا، حدا يصرخ على حدا، ونشوف كيف اللاعب رح يتاقلم، كيف رح يتقبل. هودي كثير مهمين. نحن اذا بدنا نفوت بهذا الموضوع او هول المواضيع اللي كنا عم نحكي عنهم، انا قد ما في جربت اختصر، يعني استاذ عبد قلت له انا محاضره محاضره بتاخذ يمكن 3 ساعات، جربت قد ما في زمهم. موضوع جدا شيق لانه صراحه، وشكرا على اللي قلته كثير مهم. شكرا، ان شاء الله نتواصل، وبارك الله بكم وبارك الله بجميع. واعتذر عن يعني على الاطاله ابدا ابدا. انا سعيده انه حضرتك حكيت، ولحكيته كثير شيق كمان، ويعطيك الف عافيه ومبروك. شكرا. استاذ عبد، بعد في حدا معنا ولا مننهي؟ استاذ ايسر موجود معنا، عندك مداخله استاذ ايسر؟ مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. شكرا. أهلا أستاذ. طبعا محاضرة. شكرا لحضورك. أنا لاعب منتخب العراق سابقا بكرة السلة. شرفنا. الله يسلمك. حاليا عضو لجنة مدربين بالاتحاد العراقي لكرة السلة أيضا. يا أهلا فيك. عرضت الإصابة أنا سنة 97 بالركبة أيضا. ACL كان عندك ACL، يعني عملت عملية أكيد وقفت. كان عندي لا غضروف وغضروف. أوكي. الكارتلج. أوكي. طبعاً كانت الظروف كلش صعبة بالعراق بذاك الوقت، تذكرون وقت الحصار الاقتصادي، وكنا ما بنقدر لا نطلع لا نشوف طبعاً طبيب جيد إلا العراقيين، والعراقيين كانوا الأطباء ما عندهم أدوات، فاضطريت أقعد تقريباً يعني طبعاً هاي في بدايتي تقريبا عمري 22 سنة بالبداية، وتعرضت الإصابة بالركبة، قعدت سنة ما قدرت أكمل. رجعت كررت عندي الإصابة مرة ثانية وراها مباشرة، قعدت تقريبا همين 6 أشهر إضافية، بعدين سويت ريهابيليتيشن يعني جيد، فقط ريهابيليتيشن وتقوية العضلات. رجعت الحمد لله، يعني لعبت موسم جيد، وعلى أساسها يعني بعدها بموسم ثاني لعبت، رجعت النادي الكرخ اللي هو أفضل فريق، وخذنا الدوري مرتين يعني، وكانت عنصر يعني مؤثر بالموضوع. فيعني نربط الموضوع أنه أنت يعني كان بالبداية نفسيا يعني جدا تأثرت طبعا. ما قدرت ألعب يعني، كنت يعني مستعجل للعودة بالملعب، رجعت انصابيت مرة ثانية. المشكله التوجيه، كان يعني ماكو توجيه من مدرب، من احد كبير، من لاعب كبير، كانوا بالعكس يدفعوني انه ارجع بسرعه، على الرغم من كنت انا ما يعني ما مؤهل للعوده. ما كان عندك الدعم الكافي. هيدا اللي عم نقوله، يعني دكتور حكي شغله مهمه انه صار عنده اصابه، والدعم المعنوي
خليه يرجع بسرعة على الملعب. هلا طبعا إصابة عن إصابة بتفرق، في إصابات بتبقى جدا طفيفة بتختلف، ممكن أنت تزبط أمورك، تستشير طبيب بعيد على التليفون حتى، يمكن ما ضروري تروح عند استشارة طبية، وفجأة بتلاقي حالك أنه أنا كنت من أسبوع ما قادر أدعس على إجري وفجأة قادر أدعس وراحت الإصابة. طبعا يعني نحن كمان ما فينا نتحايل على الوجع ونتحايل على البين، هذه قدرة إلهية صح. والإصابة هذا المهم أنه أنت صح، أنه أنت تكون يعني تقيم حالتك بصورة صحيحة. صح، أنا مو تقدر ترجع عندك إحباط أكبر، ممكن ما بترجع مرة ثانية 100%. يعني أنا لو إصابتي صايرة ACL كان بعد ما رجعت أقدر ألعب سلة 100%. يعني التقييم مهم، عدم الاستعجال مهم، الخبرة بالموضوع مهمة، هاي أيضا يعني تفاصيل كثيرة. طبعا رجعنا هنا موضوع أنه يعني إحنا دول العربية أكثرنا فعلا، وما عندنا يعني ما تلقى طبيب أو معالج على مستوى عالي أو صاحب خبرة كبيرة هو اللي، فبعض الأحيان الإصابات تنهي حياة لاعبين وكثير يعني من اللاعبين. 100%. لما يكون أستاذ مرة ثانية موضوع تفضل تفضل، ما سمعنا شو قلت، بعدك معنا؟ أستاذ أيسر يمكن انقطع عنده الميكرو. استاذ ايسر بعدك معنا؟ نعم نعم نعم. قطعت في الكهرباء. ولا يهمك، مثلنا مثلك يعني. تفضل. لا لا، فيعني موضوع تقييم الاصابه هو مهم جدا. يعني تذكرون يمكن رونالدو الظاهره لما قعد حد يعني صار عنده اصابه ورجع بعدها وتكررت الاصابه مره ثانيه كانت اشد واقوى، بس هو كان يعني اكيد من افضل لاعبي العالم ويعني عملوا له اكيد ريهابيليتيشن اللي هو نفسي وطبي، رجع واخذ كاس العالم بعدها. طبعا طبعا المتابعه جدا مهمه، لانه كمان اذا عندك طبيب غير منه بروفيشنال منه محترف او يمكن قيم لك اياها للاصابه بطريقه خاطئه او عطيك علاج خاطئ ممكن يضرك. وقلت شغله كثير مهمه انه انت انصبت وكنت مستعجل ترجع، وانا قلت شغله بالمحاضره انه مرات كثير يمكن بحاجه نحن نعطي وقت لحالنا ولجسمنا وللاصابه تبعنا لنقدر نرجع اقوى، لانه اذا نحن استعجلنا يمكن الطبيب يقول لك ممنوع تظهر، بس الطبيب ما في يمشك من ايدك ويراقبك، بالنهايه انت شخص اديلت يعني شخص ناضج لازم تعرف انه تتصرف. واذا عملت شيء يعني من وراء ظهر المدرب او من وراء الطبيب هيدا مسؤوليتك لك، يعني مثل ما حضرتك قلت في لعيبه من وراهم هن او حتى من وراء يمكن الدعم الخاطئ او الطب الخاطئ راحت حياتهم الرياضيه، فكتير مهمه يعني هيدا النقطه. هيدا النقطة كتير مهمة. الإيفالويشن هو جدا مهم، موضوع الإيفالويشن لوضعك هو مهم، مهم جدا يعني. طبعا كتير مهم. يعني موضوع الدعم صح يفيدك، بس موضوع ما مرات بعض الأحيان أنا يس مثلا دعم وارجع ارجع ارجع ممكن وممكن رجعت انصابيت مرة ثانية. صح. يعني مو دائما الدعم النفسي هو يكون بمحله، أو الدعم المعنوي يكون بمحله. وهذا النقطة فقط، المهم أنه اللي حواليك يكونوا الأشخاص اللي حواليك يكونوا عارفين هن كيف أنه يقيموا الإصابة ويعرفوا كيف أنه يتعاونوا معك ويعطوك الطرق الصحيحة. الطرق الخاطئة طبعاً رح توصلك لمطرح كمان يعني سيء لإلك ولا لهن، لأنه في صراحة نوادي أو مدربين أو إدارات ما بتهمهم، بهمهم أنه يلا نحن بدنا نجيب بطولة، هذا اللاعب بجيب لي سكور، بدي بأسرع وقت ممكن رجعوا على الملعب، بينما إذا خسروك رح يخسروك يمكن لوقت أطول، فما بيفكروا يعني بيفكروا صحيح. يمكن بطريقة شخصية أكثر ما أنه بيفكروا بطريقة بتفيد الكل بعدين للمستقبل. ممكن صحيح، في كثير هيك صحيح. يعني للأسف. أكيد 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 أكيد. بتشكركم مرة ثانية وإن شاء الله نبقى مستمرين. لا يعطيكم العافية. الله رد. إن شاء الله بنشوف كمان هيك بنشوف كرة السلة العراقية. شكرا جزيلا. إن شاء الله للجميع. تحبي تضيفي شيء؟
أنا بدي أشكركم. أنا صراحة زعلت لأنه في الفيديوهات يلي لازم يكون فيهم صوت النوع مش الميوزك يلي بقلبهم هي لحالها كانت بتعطي موتيفيشنال، وحتى السبيكر يلي عم يحكي، لأنه اخترت يعني فيديوهات كتير حلوين، ما بعرف للأسف ليه ما طلع الساوند يعني، وكنت عم بحاول إنه ما بدي سكر صوتي عليهم. مش مهم، وجربنا نختصر قد ما فينا يعني، في قصص كمان قطعتها لما نطول عليكم، وبشكر انه يلي حكيتوا معنا بالمداخلات، لانه عن جد مداخلات كثير مهمه، وحلو كثير انه نحن كل واحد عنده خبرته انه يشاركها مع الاخر، لانه نتعلم من بعضنا نحن، مش بس بنعلم بعضنا، لانه كره السله قال الدكتور انه هي عشق، اللي بحب كره السله بيعشقها، فحلو انه نحن دائما نساعد بعضنا، ما نخبي الخبرات تبعولنا، او اذا في شيء نحن بنحب نحتفظ فيه لنا، نحن لازم نعطي لهذا الجيل المدربين الجداد او الجيل الجديد من خبرتنا لنفيدهم، ليكونوا مثلنا، ليكونوا احسن مننا كمان. بدي اشكرك للمحاضره اليوم، بدي اشكر مين طلع معنا، في ناس طلعوا فلوا يمكن ما قدروا يكفوا، وبنتمنى انه لقاءات جديده ان شاء الله يا رب، وميرسي كثير لك يعني ولحضرتك، ويعطيك الف عافيه. احنا نشكرك كابتن، مدربة اللبنانيه ومدربه اللياقه كره السله، وان شاء الله يعني الايام القادمه محاضرات أكثر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله منشوف كرة السلة العراقية هيك بأكبر كمان بأكبر المراكز. إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. بارك الله فيكم. شكرا. بالنسبة للشهادات يعني راح أرسلها على الرقم أو الإيميل، وبكل الأحوال راح أنشرها على الصفحة. طبعا. تاخذوها من الصفحة. طبعا. أوكي، شكرا لكم، شكرا للجميع. يعطيكم ألف عافية. مع السلامة، بالتوفيق إن شاء الله. باي باي.